أعبر عن سعادتي البالغة وفخري الشديد بالمرأة المصرية العظيمة لأوجه لها تحية فخر وتقدير واعتزاز، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، هي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، وكانت وما زالت الدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن. مساء الخير، مساء الخير على كل أم وعلى كل ست جميلة منورة بيتها، وعلى كل البنات اللي بيشتغلوا علشان يساعدوا وعلشان يسعدوا بيتهم واللي حواليهم. النهاردة يوم في حياة كل بيت مصري مهم جدا، كل سنة وكل أم في كل مكان طيبة وبخير وبصحة وبستر وبسعادة، ويا رب كده دايما فرحانين ومنورين مكانكم. انا عارفه ان اليوم ده زي ما هو يوم حلو زي ما هو يوم قاسي على البعض، ربنا يا رب يدي الصحه للكل ويرحم الجميع يا رب، واي حد فقد مامته يعني النهارده يفتكرها بالدعوات الجميله وبايامها الحلوه في حياتها وفي حياه عيلتها واسرتها. وكل سنه وكل ام بخير، ونبدا حلقتنا. ازيك يا عمرو؟ ريهام كل سنه وانت طيبه. وانت طيب يا عمرو. يعني يا رب تبقى الايام دي سعيده على كل ام في بلدنا وكل ام في العالم الحقيقه، يعني كل سنه وهي طيبه. اي واحده بتتعب وتشقى وبتكافح في الدنيا علشان خاطر في النهايه اولادها، وتفرح باولادها وتشوفهم احسن الناس. فبنقول لكل ام كل سنه وانت طيبه، وربنا يكرمك ويديك الصحه ويبارك في عمرك. وكل واحد زي ما قالت ريهام يعني امه النهارده في مكان احسن ان شاء الله، فيعني يفتكرها بالفاتحه ويتذكرها ويودها حتى بعد انتقالها طبعا. يود يصل رحمها يهديها عمل صالح لروحها. فيعني امهاتنا باقيين دايما معانا، اللي موجودين ربنا يا رب يديهم الصحه وطول العمر، واللي فرقونا يعني الى لقاء ان شاء الله، يعني ربنا يديكم جميعا الصحه وطول العمر. ولكن كل سنه وحضراتكم طيبين والجميع طيب. كل سنه طيبه. انا عايد على مامتي كل سنه وهي طيبه وبخير يا رب، ودي فرصه يعني ان احنا نقول برضو كده انه عطائهم ده اللي بلا حدود هو اللي بيخلينا دايما في احسن حال، بس كفايه حسهم في الدنيا طبعا. وكل سنه بقى انا كمان امي طيبه، كل سنه وهي طيبه، بقول لزوجتي وبقول لاختي كل سنه وهم طيبين، وكل الامهات يا رب دايما كلهم طيبين وبخير يعني. طبعا لان انا لما بشوف مجهودها مع الاولاد فطبعا ام وام ممتازه طبعاً. زي امي وزي اختي وزي امهاتنا جميعا اللي احنا شايفينهم. فلكل ام وكل زوجه كمان النهارده كل التحيه وكل التقدير في يوم عيدها. والنهارده الدوله كلها الحقيقه بتحتفل بعيد الام. شفنا النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيده قرنته السيده انتصار السيسي وهم حاضرين احتفاليه مصر كلها عشان تكرم الامهات المثاليات لهذا العام. احتفاليه جميله جدا، يعني كلام الرئيس فيها في موضوعات كتير، الاشاده بالام وبدور الام على كل المستويات كان واضح في كلمات السيد الرئيس اللي هي نابعه الحقيقه يعني، وكل حد كان بيسمعها هي نابعه من القلب. كمان حتى ما تطرق اليه الرئيس فيما يتعلق بقانون الاحوال الشخصيه الجديد والتشديد على مجموعه من الامور يجب المراعاه او النظر اليها، كلها بتصب في النهايه في تقدير المراه وفي تقدير الام. حتى تعامل الرئيس النهارده مع البنوته الجميله مايا وحقق لها حلمها، والرئيس نفسه طلع على المسرح وباس مايا كده وخد منها الجواب اللي هي كانت بتكتبه. الحقيقه كان فيه لمسات ولفتات الحقيقه النهارده انسانيه من الدوله المصريه ورئيس عبد الفتاح السيسي لتكريم كل ام وكل مراه مصريه. واحنا كمان من مصر بنقول لكل مراه مصريه وكل ام كل سنه وانت طيبه. شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي احتفالية تكريم المرأة المصرية، حيث أعرب عن فخره واعتزازه بها باعتبارها ضمير الأمة والحارس الأمين على الهوية المصرية. منذ أن توليت مسؤولية هذا الوطن جعلت دعم وتمكين المرأة محورا أساسيا في خطة الدولة الشاملة للتنمية، ونحن نجني ثمار ما قمنا به، فقد أصبحت المرأة المصرية نموذجا يحتذى به في جميع المحافل الدولية في شتى المجالات.
وخلال الاحتفالية تحدث الرئيس السيسي عن قانون الأحوال الشخصية الجديد، مشددا على ضرورة مراعاة التوازن بين الرجل والمرأة والأطفال. حريصين كلنا، كل مؤسسات الدولة، سواء الأزهر أو البرلمان أو مجلس الشيوخ أو الحكومة، كلنا حريصين على إحنا القانون اللي نصدره. أصل هو القانون بيبقى الهدف منه مصلحة الناس، مش حاجة تانية. يعني إحنا ما عندناش غير إن إحنا نعمل حاجة تسعد وتسهل وتيسر الأمور من خلال طبقا للتطور اللي حصل في المجتمع. وكانت وزيرة التخطيط والتضامن الاجتماعي ورئيس المجلس القومي للمرأة قد ألقينا كلمات بهذه المناسبة أشاروا فيها لدور المرأة المصرية البارز في مواجهة كورونا، خاصة من أطقم الأطباء والتمريض. المرأة تمثل 43% من الأطباء البشريين و92% من طاقم التمريض الذي يعمل في وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية. كما جاءت المرأة ضمن شهداء الوطن في هذه المواجهة الصعبة مع هذا الوباء، فمثلت نحو 30% من شهداء الأطقم الطبية أثناء الجائحة. وعرض خلال الاحتفالية فيلمين تسجيليين، الأول بعنوان نساء التضامن والذي يرصد مشروعات تكافل وكرامة ومسطورة، والفيلم الثاني بعنوان شجرة المستقبل. من مصر، طارق أحمد. أجمل ما كان في الاحتفالية دي بالإضافة لكل الصور الحلوة اللي ظهرت على المسرح في الاحتفالية، إنه كان في قرارات لكل امرأة هي مهمة. النهاردة كان في قرارات بتدعم المرأة، بتدعم المعيشة، الاقتصاد، الحالة الاجتماعية. القرارات دي يعني دي أكبر هدية لكل ست، لأنها في النهاية بتصب في صالحها وبتخدم حياتها وحياة بيتها اللي هم أهم حاجة، ولادها طبعا وبيتها ده وأسرتها. النهاردة كان في توجيهات من السيد الرئيس لمجلس النواب بأنه يكون في إصدار قانون مستقل لمنع الزواج المبكر، والنص صراحة على السن القانونية للزواج، ودي واحدة من الملفات المهمة قوي اللي اتكلمنا فيها كتير وفي تفاصيلها وفي مشاكلها وإزاي إن لازم يبقى فيه وعي. النهاردة التوجيه ده من قبل السيد الرئيس ده حاسم وواضح، وهيحسم وهيجزم الأمور في أشياء كثيرة. وزارة النقل كمان كان ليها توجيه مهم ان يبقى في اجراءات علشان يتم حماية المرأة في المواصلات العامة، برضو ده كل التحية والتقدير للتوجيهات دي. طبعا دي عناوينها، لكن تفعيلها وترجمتها على الارض وتنفيذها هيكون في معلومات وتفاصيل كتيرة طبعا هنتابعها. تم بقى تكليف البنك المركزي بدراسة التمييز القائم على الجنس، بمعنى ايه؟ انه اي قرض المرأة هي اللي هتتقدم علشان تطلبه هيبقى له اختلاف وهيبقى له شغل تاني خالص غير لما الرجل يتقدم لطلب القرض ده. بصراحة ده لأنه أكيد المرأة اللي دخلت البنك علشان تتقدم بقرض ليها ظروفها وليها وضع خاص خلاها تاخد قرار في مسؤولية كبيرة قوي عليها وفي حياتها في فترة زمنية طويلة، فكمان ده واحدة من القرارات اللي هتفرق أكيد في حياة أي ست، خاصة المرأة التي تعول أسرة، ودول كتير جدا. الست في مصر ست جدعة زي ما بنقول كده، ست شايلة المسؤولية بالكامل، فبالتالي القرارات دي أكيد هتبقى في النهاية بتخدمها. جهاز المشروعات الصغيرة بينفذ برامج جديدة لمساندة المرأة الريفية وبرامج تثقيفية، وده أيضا كانت واحدة من التوجيهات. الوزارات المعنية تم تكلفها بأنها لازم يبقى عندها خطوات تحد من ظاهرة الغارمات وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات، وتكليف كمان وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة في وضع المرأة في مركز مجالس الإدارات العامة. نسمع التصريحات من السيد الرئيس. واستكمالا لمسيرة دعم وتمكين المرأة المصرية، وجه الحكومة بما يلي: قيام مجلس النواب بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو إصدار مشروع قانون منع زواج الأطفال، أنا بتكلم عن الزواج المبكر، بقانون مستقل والنص صراحة على السن القانوني للزواج قيام وزارة النقل
بتوفير أكبر قدر من الأمان للنساء والفتيات في وسائل المواصلات العامة لإحكام سلامة وأمن المرأة في وسائل المواصلات والعامة كافة. قيام البنك المركزي بدراسة الإجراءات التي تنص صراحة على منع التمييز القائم على الجنس فيما يتعلق بالوصول إلى القروض والتمويل لمراعاة الظروف الخاصة للمرأة الأكثر احتياجاً، تكليف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ووزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع وزارة الزراعة والمجلس القومي للمرأة بتنفيذ برامج لمساندة المرأة الريفية من خلال قروض إنتاجية وبرامج تثقيف مالي. قيام الوزارات المعنية باتخاذ ما يلزم نحو الحد من ظاهرة الغارمات ودراسة الإجراءات المطلوب اتخاذها للمساهمة في الحد منها، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بالمبادرات بالتنسيق مع الجهات المعنية. تكليف وزارة التخطيط والمجلس القومي للمرأة بمتابعة وضع المرأة في مراكز اتخاذ وصنع القرار سواء في المواقع القيادية أو في مجالس إدارات المؤسسات العامة والخاصة. تكليف وزارة التضامن الاجتماعي بتبسيط إجراءات دور الحضانة واعتماد نظام لضمان جودتها. تكريم الدولة للأمهات الحياة بياخد أكتر من شكل، شفنا جزئية القرارات اللي الرئيس طبعا النهاردة وجه بيها. الجزئية الثانية لما شفنا حتى امبارح في احتفالية وزارة التضامن بال 34 أم مثالية، هنشوف فيه حتى اختيارات وفي نوعيات، حتى نوعيات جديدة. شفنا مثلا الأم المثالية عن التمكين، التمكين الاقتصادي اللي قدرت تقف على رجليها اقتصاديا وتربي ولادها وتطلعهم ناس زي الفل زي ما بنقول. هنشوف كمان فئات أخرى زي الأم البديلة، كانت مكرمة امبارح وتم اختيار أم بديلة. أيضا أم الشهيد، ولازم نقف هنا عند أم الشهيد لأنها يعني ليها مكانة خاصة مع كامل احترامنا وتقديرنا للأمهات جميعا، ولكن دي أم ممكن تكون ضحت أكتر من مرة، وربما يكون تضحيتها هي أكبر من تضحية أي حد تاني. يعني اللي يفقد ضناه ده أكيد ما خلاص، يعني ما فيش حاجة زي ما نقول كده أغلى من الضنا، فهي قدمت ابنها اللي هو أغلى حاجة عندها اللي هو نور عينيها، ففي النهاية ليها مننا كل تحية وكل تقدير، وهي دي كده كأنها درة التاج، يعني هي الجوهرة اللي فوق التاج اللي على رأس الجميع، يعني هي دايما أم الشهيد. فالنهاردة لازم نقول شكرا ونقولها كل سنة وانت طيبة أم الشهيد. معانا النهاردة أم الشهيد النقيب رحمة الله عليه ماجد عبد الرازق اللي استشهد في هجوم وإطلاق نار على قوة أمنية، لو حضراتكم تفتكروا في منطقة النزهة شك في عربية واقفة بدون نمر أو مطموسة النمر راح يقرب منهم فأطلقوا عليه النار بدم بارد، ويعني شهيد نحتسبه عند الله من الشهداء يعني. وعايز أقول لحضراتكم يعني استشهاده كان في ظرف صعب، يعني كان في اليوم المفترض فيه سبوع بنته، فاسمحوا لنا النهاردة نقول شكرا لتضحيات السيدة حمدية أبو العينين والدة الشهيد بإذن الله النقيب ماجد عبد الرازق. ست حمدية أهلا وسهلا بحضرتك، اسمحي لي أقول لك كل سنة وحضرتك طيبة أمنا جميعا، يعني أهلا وسهلا بحضرتك. الله يخليك. اهلا وسهلا بحضرتك. وانتم طيبين وحضرتك طيبه وبخير، وكل سنه وحضرتك بخير وبصحه يا رب، ومنوره البرنامج ويعني متباركين بوجودك معانا. ويعني انا النهارده يعني بقول لك انه الالم واحد، لكن اكيد البطوله الجميله اللي سابها الشهيد دي في حد ذاتها حاجة فخر كبير جدا للأسرة وللعيلة ولحضرتك ولينا إحنا كمان ولاد هذا الوطن. هو طبعا هو فخر مصر كلها، فخر مصر كلها، وجزاؤه عند ربنا إن شاء الله، ومصر ما يغلاش عليها حاجة، واللي مصبرنا جميعا إن هو في الجنة، شهيد في الجنة وهياخد بإيدينا إن شاء الله فيها إن شاء الله بإذن الله. عيد الأم وتكريم النهاردة الدولة ككل، وأكيد يعني زملاء النقيب ماجد الشهيد النقيب ماجد رحمة الله عليه
لما بيسألوا على حضرتك وبتشوفي ان الكل مهتم يقول امهات الشهداء كل سنة وحضراتكم طيبين، هل ده شوية يعني طبعا فيش حاجة هتعوض، ولكن احساس حضرتك بدأ ايه؟ طبعا احساس جميل، لان زمايل ماجد كلهم سواء كانوا ان هم في الشرطة او موجودين او زمايل بره خارج نطاق العمل اصحابه، اه بالظبط، كل الناس اتصلت، كل الناس اتصلت كل سنة وانتم طيبين، حتى في اللي كان بيصلح عندهم العربية يعني يقولي لحد البيت. والله كل الناس حاسة بالشهيد وحاسة بالمجهود اللي هو عمله والتضحية اللي عملها، وجاية بتقول كل سنة وانت طيبة وإحنا ولادك ولو عزت أي حاجة. وبصراحة التليفون ما بطلش بقاله يومين، كل سنة وانت طيبة يا أمي، من كافة الأنواع. الله. سواء كان زمايله في الشرطة أو في كل حاجة، بقول لحضرتك اللي كان متعامل معاهم جول البيت وجايبين هدايا. والله دي السمعة الحلوة بقى اللي هو سايبها. الحمد لله. طبعا الحمد لله. حتى الميكانيكي اللي هو كان بيتعامل معاه بيتصل بحركة عايد عليك يعني. اه كل الناس اتصلت وعيدوا علينا يعني. انا وعيدوا قول كل سنة وانت طيبة يا امي. كل سنة وحضرتك طيبة. انا عايزة اعرف يعني واطمن على احوالكم، يعني تقول لنا يعني الطفلة اللي رزق بيها قبل استشهاد واخبارها ايه دلوقتي، يعني عايزة اخد فكرة كده عن حياتكم دلوقتي وضعها ايه، واكيد طبعا كل التقدير والتحية لروح الشهيد اللي بتحيط بالبيت ده. الحمد لله ليلى بقى عندها يوم الحد الجاي زي النهاردة. أيوه. هتتم سنتين وما شاء الله واخده روح باباها، وجات لي هي ومامتها ربنا يبارك فيها، وليلى جايبه لي هديه عيد الام. ما شاء الله. يعني جايبين لي هديه عيد الام وهم كويسين الحمد لله وبخير، واحنا كويسين الحمد لله. يا رب يبارك في حضرتك ويديك الصحة، وزي ما حضرتك قلت يعني كل اللي حواليك كلهم ولادك، يعني كل ولاد مصر اللي النهاردة عايشين في أمن وأمان هم في النهاية مديونين لحضرتك ومديونين للشهيد يعني. فأرجوك يعني أرجوك. وبعدين طبعا. وبعدين ربنا غالي علينا والله. ربنا يطرح في ليلى البركة كده يا رب، يعني ده ليلى دي يعني كفاية إن شاء الله. الحلو ده إن شاء الله. ده ليلى دي أكيد هي اللي منورة الدنيا إن شاء الله. هو استشهد وهي عندها 10 أيام. مظبوط. وكان بيجهز لعقيقتها وذبح عقيقة ليها ومجهز وشاري السبوع وكل حاجة كل حاجة. رحمة الله لكن عليك. إيد الغدر بقى. رحمة الله عليه. نحتسبه عند الله من الشهداء بإذن الله، يعني مع الصديقين والشهداء يعني إن شاء الله. وهو هيتشفع لينا يعني، هيتشفع لأهل بيته ويتشفع لأسرته، فهنيئا لكم يعني. يعني في النهايه ما اقدرش اقول لحضرتك ربنا يصبر قلبك ان شاء الله. ان شاء الله ربنا يصبر قلب حضرتك. عزقنا في الشهاده ان هو الجنه يا رب. ان شاء الله ان شاء الله يا حبيبتي ان شاء الله. خلينا نقول لحضرتك يعني احنا برضو ولادك بنقول لحضرتك كل سنه وحضرتك طيبه، وربنا يفرحك بليلى ويقر عينك بيها وتشوفيها زي ما انت عايزه وزي ما كان باباها عايز باذن الله ان شاء الله. جابت لك ايه بقى ليلى هديه؟ الليلة يعني جايبالي تيشيرت جميل، لبس جايبالي لبس جايبالي لبس لبس يعني. دي احلى هدية دي حضرتك متهيالي جات لك. ويبارك فيها يا رب. ده احلى هدية متهيالي جات لحضرتك. اه طبعا، وجابتها قبل الناس كلها. شفتي قبل بقى. اي حد اول جابت واحدة الهدية طبعا. وطبعا يعني كده. يا رب دايما كده احساس جميل طبعا. يا رب يخليها كده وربنا يحفظكم يا رب كل التحيه والتقدير. يعني هي شكل يعني تصرفات باباها. ربنا يبارك فيها. اكيد ربنا يبارك فيها ويحفظها. شكرا السيده حمديه ابو العنين والده الشهيد النقيب ماجد عبد الرازق. طبعا يعني ده اقل تقدير اللي احنا بنعمله ده. دي حاجه بسيطه يعني جدا. تحيه لكل اسر الشهداء، لكل الامهات النهارده امهات الشهداء، كل سنه وهم يا رب بصحه وبخير وبجمال كده وحكمه واتزان وصبر بيتحلوا بيه دايما، وبنتعلم منهم الحقيقه الكثير يعني.
تحدث الرئيس السيسي عن مبادرة مهمة جدا، مبادرة حياة كريمة، واحدة من المبادرات اللي بحب قوي أنا شخصيا أتكلم عنها، لأن دايما فيها تطوير لحياة الناس والمعيشتهم. تطوير القرى المصرية النهاردة كان هو مضمون الحديث للرئيس عبد الفتاح السيسي. المبادرة هدفها الأساسي هو الحفاظ على المرأة المصرية، تحسين حياتها. وأكد الرئيس السيسي النهاردة في كلمته أنه مشروع تطوير الريف محتاج لأكثر من 200 مليار جنيه، ومن خلال الحديث مع الحكومة كان الحديث عن أنه يحتاج ل 150 مليار جنيه، وبيتم السعي لتوفير المبلغ والبدء في تطوير المشروع. يا كريمة، احنا قلنا يعني بدأنا من سنتين يا دكتور مصطفى، مش كده؟ من سنتين، لكن احنا لقينا ان احنا محتاجين ناخد خطوة، يعني مش خطوة، أفزة كبيرة قوي. انا بس الحصر الاولي كان الدكتور مصطفى بيرد عليا دولة الرئيس من كام يوم، بيقول لي عدد الوحدات اللي محتاجين ان احنا يعني نخش نعمل فيها اعمال يعني تليق بالاسر، يمكن تصل لل 100,000 في 1500 قرية، مش كده؟ 100,000 وحدة. الهدف من ده كله ان السيدات المصريات اللي موجودين في الريف، واللي هي اكتر من تعاني من الحال ده، وبرضو بقية الأمور الأخرى زي الصرف الصحي وزي يعني الغاز لو أمكن وحاجات أخرى كثيرة جدا احنا قصدنا بها، ان احنا وبرضو مش بقول سر ولا حاجة، لكن بأكد لكم ان احنا حريصين وجادين على ان احنا نعمل ده. اللي برضو دولة الرئيس بيقول لي احنا لما رجعنا الأرقام، أنا بحكي لكم أول بأول عشان تبقوا في الصورة من الحكاية دي، حكايتنا كلنا مش حكاية حد لوحده. فقال لي ده احنا كده ممكن بدل 150 مليار لل 1500 قرية ممكن نصل ل 200 وشوية، مش كده يا دكتور مصطفى؟ 200 مليار وشوية. دكتورة هالة دلوقتي مش عايزة تدفع. لكن على كل حال احنا إن شاء الله حتى لو كان الرقم 200 وشوية، احنا ان شاء الله يعني متصور ان الحكومه قادره والدوله قادره على ان هي تدبر الاموال ديت، اللي هي في الاخر اللي هي الاسره المصريه، اللي هي الست اللي هي تبقى قاعده في بيت كويس. المستهدف من ال 200 مليار اللي الرئيس بيتكلم عليهم النهارده في قرى تكافل وكرامه او حياه كريمه عفوا، هي المراه اللي بتشتغل، المراه الشقيانه اللي واقفه مع جوزها. يمكن انا كان ليا شرف وزرت احدى القرى واحنا بنصور في محافظه بني سويف، شفت قد ايه فرحه الست المصريه بالبيت الجميل اللي بيحفظ ولادها وبيحفظها ويصونها في سقف، بدل الحياه الصعبه اللي كانت في القرى اللي كانت بتفتقر للحياه الادميه. الست الشقيانه دي اللي في النهايه القرارات دي رحالها هي او معموله عشانها هي بصراحه. واحده من هؤلاء السيدات واللي في منهم الاف مؤلفه او عشرات او مئات الالاف، الست الجدعه اللي واقفه بدراعها. هنشوف دلوقتي مثال لست الحقيقه تاج فوق الراس بمعنى الكلمه، ست شغاله على خمس بنات في رقبتها، خمس بنات شغاله على تروسيكل، بتشيل عليه طوب، بتشيل عليه زلط، بتشيل عليه خضار، بتشيل عليه عفش، تروح تنقل حاجات، تروح توزع حاجات عشان تربي الخمس بنات وتربيهم على احسن مستوى وتوفرهم كل حاجه بعد يعني غياب زوجها من سنتين تقريبا، فاضطرت انها تجيب التروسيكل ده بالقسط عشان تشيل عليه، زي ما حضراتكم كده شايفين شايله الترابيزه وشايله فرش وشايله اشويله وشايله حاجات. فخلونا نقول لهذه السيده الجميله اللي هي في النهايه واحده من الاف السيدات في مصر، الست الجدعه، الست اللي 100 راجل فعلا، برحب بالسيده ناهد جمال سعيد صاحبة التروسيكل والست البطلة اللي حضراتكم شايفينها في هذا الفيديو. يا ست ناهد، كل سنة وحضرتك طيبة وحاجة مشرفة لينا جميعا. كل أهلا بيك. كل سنة وحضرتك طيب يا أستاذ خالد، يا رب. الله يخليك. كل سنة وحضرتك طيبة، معاكي عمرو وريهام، وأنا سعيدة بوجودك معانا أستاذة ناهد، وصورك مشرفة جدا اللي عرضناها واللي بنشوفها، وعايزة أعرف بداية القصة إيه؟ ريهام. اهلا يا حبيبتي، عايزه اعرف بدايه القصه ايه بقى. ربنا يخليكي لينا يا رب. انا بدايه القصه جوزي مش موجود معايا، منفصلين، يعني خمس بنات طلقك.
لا هو في ظروف، في ظروف خارجه عن ارادته. تمام. اللي هو كان شغال سايس يعني، فحصلت له مشكله ف معلش مش موجود معايا. اه فانت بقى اللي شلت مسؤوليه الخمس بنات. بس هو كويس يعني و... معلش. اه طبعا يرجع لكم بالسلامه ان شاء الله. هو كان شايلنا كلنا. وانت كملتي بقى المسؤوليه؟ جبت التروسيكل ده. اه طبعا جبت التروسيكل ده وقست واشتغلت عليه كويس والحمد لله يعني. عرفتي تسوقي كده على طول؟ عرفتي هتعملي ايه؟ رتبتي امورك برضو ازاي؟ يعني الحكايه مش سهله، لان يعني دي كانت اول مره لما نويتي، كانت اول مره. لا والله ده بالصدفه كده، انا بدور على شغل ففي ناس جيراننا هنا جايب تروسيكل، قالوا لي احنا جايبين التروسيكل ده ومش عارفين نشتغل عليه، خدي يا بنتي اكلي عيالك منه وكملي القسط. ربنا يبارك لهم. وبتدفعي قسط قد ايه في الشهر بقى؟ ابنه بدفع 1260. ما كتير برضه. الحمد لله. فابنه علمني عليه في يومين. كويس. اتعلمت بقيت اللي طب احكي لنا على بناتك. معايا اربعه في مدارس. اه ارجوكي يعني لو سامعاني احكي لي بقى. انت عندك خمسه، اربع بنات بيتهيألي صح كده؟ اه اربع. طيب للاسف خمس بنات. خمس بنات. الكبيره عندها قد ايه والصغيره عندها قد ايه وبيروحوا مدارس ولا لا؟ احكي لنا. اه الكبيره في اولى اعدادي ان شاء الله. ما شاء الله. وسته ابتدائي و وثالثه ابتدائي واولى واولى ابتدائي. هتخليهم يكملوا تعليمهم ولا لا؟ طبعا ده انا شقيانه عشان كده. يا حبيبتي ربنا يبارك لك. ربنا ان شاء الله. شقيانه عشان كده، عشان اللي انا ما شفتوش هم يشوفوه. اللي انا فيه دوا من اجل اللي انا اخليهم يعيشوا عيشه مرتاحه. يعني هم اكيد ما يبصوش لحد. اكيد مقدرين ده. قولي لي الناس بقى طبعا بتتعامل مع حضرتك ازاي؟ يعني حضرتك وانت في الشغلانه ونزلتي خلاص وبدات يومك وبتسوقي، الناس بقى اخبارها؟ انت عارفه عندنا اصلي الشارع المصري برضو، يعني الست ساعات بتاخد كده مكان الراجل في مهن، الراجل هو اللي يعني ايه دايما فيها اكتر بنسبه اكبر يعني. فلما بيلاقوا الست بقى موجوده مكانه بيبتدوا برضو ايه يتفاجئوا. فعايز اعرف ايه الاخبار بقى؟ في اللي بيضايق وفي اللي ما بيضايقش. اصل صوت حضرتك بيروح ويجي، معلش. في اللي بيضايقك وفي ناس، وفي ناس ما 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 ما, ما حدش بيتضايق صح؟ اه اللي بيضايقوني دول ما بحطهمش في دماغي يعني. اه في اكل عيشي ماليش دعوه بحد. مالكيش دعوه بحد. برافو عليكي. برافو عليكي. برافو عليكي ان انت شايفه ده قدام عينيكي. يعني حضرتك برضو بتدي مثل ودرس دلوقتي مهم جدا، انه الست لما تنزل وتشتغل ما يهمهاش غير رزقها وشغلها وثقتها في نفسها، ولا ايه؟ ايوه طبعا. انا طالعه علشان اجيب جنيه ااكل بيه عيالي، ادفع ايجاري، ما حدش يجي يخبط عليا. صح. لما اخد بالي من ده وده كده مش هشتغل. طيب قولي لي وانت شغاله وظروف الحياه دي وبتكافحي عشان بناتك، لو النهارده تطلبي ايه؟ وانت شايفه النهارده رئيس الجمهوريه والحكومه الكل بيسعى ان هو يوفر للست حتى مورد رزق، انها تروح البنك تاخد قرض ويسهلوا لها الاجراءات عشان تبتدي مشروع زيك او مشروع شبه اللي انت عاملاه، شايفه ده ايه؟ تطلبي ايه زي كده؟ انا مش طالبه غير حاجتين. اموري. ايوه. الامر لله. انا طالبه بس رخصه للكشك عشان انا تعبت من الشغل والتروسيكل. رخصه كشك. رخصه كشك محدش بيعبرني عشانها. وايه الطلب التاني يا حبيبتي؟ الطلب التاني ان انا جوزي ربنا يفك بيته.
ربنا يفك ضيقته ان شاء الله, الله ربنا يفك ضيقته يرجعوا لكم بالف سلامه. انما قولي لي انت في حي ايه او في مدينه ايه بالظبط؟ انا تبع مدينه اوسيم. اوسيم الجيزه. اه عايزه كشك في اوسيم بحيث ان انا ابقى جنب عيالي في المدرسه. اه ما اروحش اغيب عنهم, اصل انا بطلع من الساعه 4 الصبح. ياه, من 4 الفجر؟ اه بطلع من الساعه 4 الفجر باجي العصر علشان اكلهم لقمه اتصرف له تاني عشان برضو اكمل المعيشه. ده انت بتخرجي قبل النهار ما يطلع؟ اه طبعا. اه كان بيبقى لسه الجامع مفتوح صلاه الفجر. اه لسه الفجر ما اذنش. ما بتبقيش خايفه وانت خارجه؟ معلش برضو يعني يا ست ناهد, ما بتبقيش خايفه وانت خارجه برضو من الضلمه في الضلمه والعتمه والشتا ده؟ يعني من الناس, خصوصا انك بتقولي في ناس بتضايق وفي ناس ما بتضايقش. ما انا ربنا معايا يا رب. الله. وبنتي واللي بنتك يعني بتساعدك؟ اللي معاه ربنا رب يعني ما بيخافش خالص من لا حاجه. لا معانا ربنا طبعا. انا بنتي مش بتساعدني. حمايه ليا. حمايه ليكي بنتك. حبيبتي حمايه ليكي. بنتك عندها قد ايه؟ اللي في سته ابتدائي. اللي في سته ابتدائي. بتنزل معاكي سته ابتدائي. وطيب هي يعني بتروح المدرسه يعني بتتعلم دلوقتي في البيت؟ اه بتروح المدرسه. اه بتنزل معاكي الاول يعني اول يومين في الاسبوع. يومين في الاسبوع. ولما بتبقي ما عندكيش شغل ما طيب. يعني طب خليكي معانا يا ست ناهد. اه معانا مكالمه مهمه. خليكي معانا. معانا على التليفون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد الرئيس مساء الخير يا فندم, اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير مقدم شريف ميكاوي سكرتاري سياده الرئيس. اهلا بيك يا فندم. هدخل سيادتك مع سياده الرئيس. اتفضل يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. سياده الرئيس يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بقى تم صح. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا الحقيقه ما كنتش اقدر اشوف الست ناهد من غير ما اتصل وابلغها تحياتي واحترامي واعتزالي وكمان ألم الشيء ان يبقى في 5 بنات وهي بتجري عليهم كده واحنا بنتفرج عليها. ف بنادي بالصحة والمطلبين, وان كان ليها تقييم او رأي اخر يعني معرفش اسمها ايه. اتفضل يا فندم. هي سامعة يا فندم. هي بنتي يعني. ان الخمس بنات محتاجين رعاية, والرعاية الخمس بنات هيبقوا 5 أسر بعد كده. فأنا يعني إحنا هندبر كل اللي أنت عايزاه, وبالمناسبة إحنا بندبر ده إنك أنت تستحقي كل خير وأسرتك تستحقي كل خير. صحيح. وكل ست تعمل كده تاج على ربنا وتشرفنا. لأن أنا بس عايز أقول لي اتفضل النقطة دي. أنتوا ليه عرفتوا؟ احترم قوي المصريه لان شوف الساعه 4 ترجع الساعه 4 تشيد على ما بقتش ست طبعا ب 100 راجل يعني. فانا بس عايز ان كان صوتي يوصل لها يعني, ولكل ست انا مش شايفها بقول لكل مسؤول في مصر في المحافظه المحليات من فضلكم خلي بالكم من اهلكم, خلي بالكم من عرضكم. الست عرض واحنا مسؤولين عنها في الظروف اللي زي كده. يعني انا اللي بطوله ما بستناش, بس انا في ناس كتير ما بطولهاش ما اعرفها ما بسمعش عنها. فاللي موجود يسمع يا يعمل يا يقول لي, وانا ان شاء الله اعمل. ربنا يجبر بخاطر حضرتك يعني. متشكر جدا يا استاذ عمرو. الحقيقه انا بشكركم على ان انتم يعني بتجيبوا امثله رائعه للناس عشان تبينوا قد ايه شوف الام عامله ازاي. صحيح 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 صحيح. يعني
يعني كل التحية والتقدير أولا لوجود حضرتك معانا يا فندم، ده شيء يسعدنا جدا، وسعيدة قوي في يوم زي ده النهاردة إن أنا أسمع صوت حضرتك، وبشكر حضرتك على كل التوجيهات اللي تمت النهاردة. أنا بدأت الحلقة وقلت ده إنه من أهم ما حدث اليوم الهدية الكبيرة اللي تقدمت في الاحتفالية صباح هذا اليوم لكل امرأة مصرية كانت بتعاني من الكثير من القضايا. النهاردة يعني حسمت، وبكل وضوح كان في توجيهات رئاسية بأنه الأمور تؤخذ بشكل مختلف ويتم تنفيذها وتطبيقها على الأرض على وجه السرعة. فأنا اللي بشكر حضرتك وسعيدة جدا بكل القرارات اللي أخذت النهاردة لأنها في النهاية بتصب في صالح كل امرأة مصرية. طيب الحقيقة فندم برضو احنا بنشكر سيادتك على مطالبة حضرتك للجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة المرأة الغارمة أو ظاهرة الغارمات، فشكرا جزيلا لحضرتك، وأكيد ده هيفرج كرب أمهات كتير وسيدات كتير دلوقتي. أنا يعني عايز أقول لك على حاجة أقول لكم ومن خلالكم لكل الناس في مصر، والله أنا بتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس، خاصة الناس اللي الظروف الصعبة اللي زي المسألة ده، ومنه كتير في مصر وفي كل حتة في مصر في كده، لأن إحنا بلد يعني ظروفنا مش يعني مش احنا مش دولة مش غنية، ولكن على الأقل يبقى قلوبنا ويبقى إرادتنا ربنا سبحانه وتعالى عندنا إن احنا نقدم لكم حاجات على قد ما ربنا يقدرنا. فأنا بس بوجه لك التحية وبوجه للزميلة الفاضلة ريهام، أشكرك يا فندم على الجهد دوت وعلى التمثيل دي. وبالمناسبة أنا عايز أقول لكم يا ريت يفضل الأمثلة دي على طول تبقى موجودة. حاضر يعني. إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك. أنا اللي متشكر وبشكركم وأرجو إن أنتم تبلغوا استاذني حالا شاهد إن إحنا كل اللي أنت عايزاه إن شاء الله. هي سامعة حضرتك ويعني دي أكبر هدية النهاردة يا فندم، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا جزيلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفضل يا حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متشكرين جدا يعني استجابة حضرتك للاستجابة الفورية للست ناهد اللي لسه معانا على الهوا دلوقتي، يعني الحقيقة احنا شاكرين جدا لحضرتك وهنسيب الست ناهد اللي ترد بقى على حضرتك، يعني متشكرين جدا يا فندم. شكرا لحضرتك، شكرا جزيلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، شكرا جزيلا لحضرتك. يا ست ناهد انا ما عنديش تعليق، واضح ان امك دعيالك، واضح ان ليكي حد صالح دعيلك. ده انا اسعد يوم في حياتي النهارده، والله اسعد يوم في حياتي النهارده. شفتي بقى شو قلت لك؟ تخيلي خاطر عيالي مش هيضيع تعبي، بيحبني. تخيلي بقى لك ان تخلي الرئيس داخل عشان خاطرك. لا ولسه بنقول لها ايه يا عمرو؟ لسه بنقول لك ايه؟ بتقولي بصحى من الساعه 4 وبشقى وبتعب والله وباخد بنتي معايا حمايه. قلنا لك ايه؟ قلنا لك ربنا مش هيضيع تعبك. طب معلش بقى ما تعيطيش، بس انا بدفع ايجار كل شهر، بدفع ايجار شقه، بدفع 500 جنيه في شقه 500. يعني تشوفيها ما تدفعيش فيها حاجه. مصاريف مدرسه، يعني في التزامات لازم اقوم بيها، لازم اصحى بدري. يا رب يعينك ويا رب يقويكي، وثقي يعني ان ربنا سبحانه وتعالى مش هيخذلك في حياتي، ومش هيخذلك في بناتك، يسترها عليكم يا رب. يعني يا ستي هنيالك، وان شاء الله كل طلباتك باذن الله يا سيادة الرئيس وعد ان الطلبات دي باذن الله تجاب، وباذن الله كل مشاكلك تتحل يا ست الكل، وكل سنه وانت طيبه. اعتقد دي احلى هديه جات لك في عيد الام. اقول لك على حاجه كمان يا استاذه ناهد، اقول لك على حاجه بس كمان قبل ما تقفلي. احلى هديه انت وشك حلو علينا. اعتقد الهديه دي حلوه، هتطيب خاطرك النهارده. انتوا اللي وشكوا حلو. لا يا حبيبتي والله انت وشك زي القمر، وانت جميله وست عظيمه وست مكافحه، وربنا كرمك، واكيد انت شفتي يعني مشقه وصعوبات، والنهارده ربنا بيتوجها وبيديلك هديه حلوه، بيقولك يعني انه ربنا معاكي وشايفك ومقدر وعارف كويس الله. قوي انت بتعملي ايه، وانت يعني في نفس الوقت صوره حلوه للست المصريه على فكره. شقاكي ده
مش بالساهل وتعبك ده عالم. مش هيعدي عادي كده يعني، ده حاجة كده يعني جبر الخاطر فيها كبير جدا. ربنا عالم بحالي، اللي انا اتظلمت كتير وشقيت كتير عشان كده قابل حضراتكم النهاردة. انا مبسوطة، اسعد يوم في حياتي، اتولدت النهاردة. يا ست ربنا يسعد قلبك. ارجوكي بقى، انا عيالي عاشوا النهاردة. قولي لنا اسماء بناتك و يعني كده انا عايزك بس تهدي، وان شاء الله باذن الله يعني ربنا النهارده جبر بخاطرك والحمد لله يعني، فان شاء الله امورك تبقى ميسره باذن الله. فارجوك كده بقى ايه تحكي، قول لنا كده اسماء بناتك وان شاء الله كل حاجه تتحل. عندك بنات مين بقى؟ انا معايا رضا. رضا الاسم الحلو ده، ايه الجمال ده؟ ومريم ما شاء الله، وشيماء ما شاء الله. ورؤى. انا بحب اسم شيماء الاخيره. ايه؟ رؤى. رؤى، ايه الاسماء الحلوه دي؟ رؤى. ايه الاسماء الحلوه دي يا استاذه نادي يا جميله؟ مين اللي مختار الاسماء الحلوه دي؟ طيب ابوهم. قولي لي البنات، البنات حلمهم ايه يعني رغم الظروف دي وهم شايفينك وانت شقيانه عليهم عشان تجيب لهم يكملوا تعليمهم وتستوريهم وتعلميهم وتاكليهم، بيحلموا بايه بناتك؟ يعني عايزين شايفين بكره ازاي؟ بناتي بيحلمهم بسيط. قول اللي هو ايه؟ يعني لما بتيجي صاحبه البيت تيجي تخبط على الباب عشان الايجار. ان شاء الله يا ربنا يكرمنا البيت بتاعنا. بالبيت بيحلموا ان يبقى ليهم بيت محدش يخبط عليهم. قولي لي، قولي لي انت نازله في الصوره اللي قدامي دي او في الفيديو ده لوحدك شايله كل الحاجات دي، بتشيلي ايه بقى؟ انا عايزه اعرف انت بتحملي ايه وبتودي ايه، احكي لي كده يومك. دي قصائص قماش، دي من مصنع قماش تقريبا. ايه قولي لي؟ مصنع ملابس. قولي يلا اتفضلي 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 حضرتك. لا ده قطن. 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 ها قطن مراتب. قطن مراتب. بتاخديه من فين لفين بقى؟ احكي لنا كده. باخده من عند المنجد. رحنا نجد تنجيد عرايس. عقبال بناتك. اشيل المراتب بعد ما ينجدوها. اوديها لبيت العرايس. ساعات تجيلي نقلات عفش. عفش. وانت اللي بتنزلي وتطلعي ولا هما بيجيبوا رجاله بقى؟ والله ساعات انا بخش معاهم كده عشان ازود الجنيه. عشان؟ علشان؟ ازود جنيه زياده يعني. تزودي الفلوس الاجر يعني. طب عايز هي النقله بكام؟ معلش. بس يعني انا عايز اعرف بيسيبوكي تدخلي تشيلي معاهم؟ عايزوا بيستجدعوني والله. ما هو اكيد بيستجدعوكي بس برضو يشيلوا عنك ولا ايه؟ هي النقله بكام؟ ما تجيش على يعني نفسك قوي كده يا استاذه نهد برضو عشان صحتك. ماشي؟ والله العظيم ظهري ما قادره. طيب حاجة. خليني بس اسالك سؤال، النقله اللي انت بتشيليها تشيلي عفش وتشيلي كراكيب وتشيلي عزال ومراتب وتنقليها وتوديها وتطلعيها بكام؟ يوم 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 يومك بيجمع كام معاكي؟ يعني انا لو قلت اشتغلت نقلتين اعمل 100 جنيه. 100 جنيه؟ بحمد ربنا. حبيبتي. بس على فترات. مش كل يوم؟ مش كل يوم. مش كل يوم، وبتدفع منهم 1200 جنيه القسط بتاع التروسيكل، وبتدفع 500 جنيه، خليني احسبها معاكي كده، 1200 جنيه تروسيكل و500 جنيه ايجار الشقه اللي انت قاعده فيها، ادي 1700 جنيه غير مصاريف البنات واكلهم وشربهم، بتجيبي ده كله منين؟ ربنا بيرزقني برضه، ناس بنت حلال جيراني بتساعدني. والله ربنا يبارك فيكي ويبارك في صحتك وعافيتك يعني. يعني في لواء اللي هو مخلص حبيبنا كلنا بيساعدني بيقف جنبي على طول. اهل الخير كتير. طيب عايزه اعرف، عايزه برضو اعرف حاجه دلوقتي، بتشاركي في موضوع نقل المراتب والجهاز للعروسه ده اكتر حاجه في شغلك، ان انت بتساعدي في موضوع ترتيب جهاز العرايس ده؟ ده اتفضلي. يعني في نقل الطوب رمله بس الاكتر ايه؟ ايه؟ الاكتر ايه؟ ايه اكتر نوع في شغلك؟ اكتر نوع في شغلي الوجبات. الايه الايه يا استاذه نايف؟ وجبات. وجبات؟ وجبات.
ده في ده تنوع كبير يعني. البضاعة مختلفة قوي يعني. والله يا ست ناهد يعني شاطره. انا 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 حقيقه يعني انا عايز اقول لك مره ثانيه، انت نموذج مشرف وانت فوق راسنا جميعا، وكلنا متاكدين ان زي الست ناهد في زيها الاف السيدات في مصر، ست المكافحه الواقفه بدراعها، ست ب100 راجل بتحمي ولادها وبناتها وبتربيهم في اصعب الظروف. فيكفي اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى النهارده كتب لك باذن الله يعني الخير عن طريق السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي بنقول مره تانية كل الشكر لسيادتك على الاستجابه الفوريه والسريعه دي، رغم ان احنا يعني بالليل واكيد اليوم كان مزحوم وطويل جدا. فشكرا جزيلا لاستجابه حضرتك للست ناهد، وان شاء الله باذن الله الخير جاي يا ست ناهد، وباذن الله ربنا يكرمك في بناتك كمان ويبارك في صحتك. ونقول لك مبروك بقى ان شاء الله لما وهنيجي ان شاء الله نطمن عليك باذن الله، ونقول لك مبروك على يعني ياخدوا كده شهاده حلوه ويتعلموا حلو، ونقول لك مبروك مع كل نجاح ليهم، والبنوته الكبيره في شهاده زي ما فهمت يعني. ربنا يا رب كده يكرمها ويسعدها ويفرحك بيها، وزي ما وشك حلو كمان على الناس وبتروحي تجهزي البنات، ربنا كرمك برده ويعني جبر خاطرك، وربنا كده دايما معاك يا حبيبتي. شكرا. شكرا جزيلا الست ناهد جمال سعيد سائقه التروسيكل، بشكرك مره ثانيه شكرا جزيلا. ويعني الحمد لله يعني ما اقدرش غير ان اقول طبعا الحمد لله يعني على استجابه الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشكورا للسيده ناهد، وده الحقيقه مش جديد على سيادته يعني، فبشكره مره ثانيه شكرا جزيلا لحضرتك سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المداخله الجميله. وربنا يا رب يعني يسعد قلبك زي ما بتسعد قلوب الناس وتجبر بخاطر الغلابه يعني، فشكرا جزيلا لحضرتك مره ثانيه. الحقيقه احلى هديه جت النهارده لينا طبعا اكيد على الهواء مباشره مفاجاه دون اي ترتيب. احنا كنا بنتكلم مع الاستاذه ناهد، وطبعا استجابه لمطالبها ولحياتها الصعبه اللي عرضتها وشرحتها، كان في رد سريع من قبل الرئيس بنفسه الرئيس عبد الفتاح السيسي، وكان معانا على الهواء وكلنا اتفاجئنا زينا زي الاستاذه ناهد، وكانت اجمل مفاجاه واجمل هديه، لانه النهارده عيد المراه المصريه، فتحقيق مطالبها ومعاونتها في حياتها الصعبه ده اكيد هو يعني الهدف الرئيسي من يوم زي ده، يوم بتتوج فيه المرأة، خصوصا المرأة المصرية الجدعة بنت البلد اللي بتكافح حتى لو الظروف وقفت قدامها، بتطلع كده بالبيت وبولادها لحد فوق علشان تمر بيهم لبر الأمان. نخرج لفاصل ومكملين مع حضراتكم إن شاء الله بعد الفاصل، أرجوكم خليكم معنا. أعبر عن سعادتي البالغة وفخري الشديد بالمرأة المصرية العظيمة، لأوجه لها تحية فخر وتقدير واعتزاز، فهي ضمير الأمة ونبضها والحارس الأمين على الهوية المصرية، هي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة المصرية، وكانت وما زالت الدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن. فكرة عيد الأم جاءت للصحفي المصري الراحل علي أمين، حيث طرح في مقاله اليومي فكرة الاحتفال بهذا العيد قائلا: لماذا لا نتفق على يوم من أيام السنة نطلق عليه يوم الأم لنجعله عيدا قوميا في بلادنا وبلاد الشرق؟ ثم حدث أن قامت إحدى الأمهات بزيارة للراحل مصطفى أمين في مكتبه، وقصت عليه قصتها وكيف أنها ترملت ومعها أولاد صغار، لم تتزوج وكرست حياتها من أجلهم، ظلت ترعاهم حتى تخرجوا في الجامعة. ليكتب مصطفى أمين وعلي أمين في عمودهما الشهير فكرة يقترحان تخصيص يوم للأم ليكون بمثابة يوم لرد الجميل وتذكير بفضلها، فانهالت الخطابات تشجع الفكرة. اقترح البعض أن يخصص أسبوع للأم وليس مجرد يوم واحد، ورفض آخرون الفكرة
بحجة أن كل أيام السنة للأم وليس يوما واحدا، وبعدها تقرر أن يكون يوم 21 من مارس عيدا للأم، هو أول يوم في فصل الربيع ليكون رمزا للتفتح والصفاء والمشاعر الجميلة. يختلف تاريخ الاحتفال بعيد الأم من دولة لأخرى، ففي العالم العربي هو يوم 21 من مارس، لكنه مثلا في الولايات المتحدة في شهر مايو من كل عام، لكن مصر تظل عبر علي أمين هي المحددة لتاريخ عيد الأم في العالم العربي. من مصر، محمد عبد العال. واحدة من الأمهات المؤثرات في المجتمع المصري، مين فينا يقدر ينسى دكتورة عبلة الكحلاوي، ماما عبلة، زي ما حبايبها بيقولوا لها. على فكرة كل المذيعات اللي كانوا محيطين بيها وصحبتها وحبايبها من كل الأوساط، يعني بصراحة كانوا بيقولوا لها ماما عبلة، ده الاسم اللي كانت بتحب تتنادى بيه، وهي عندها بنات جميلات ويعني أصدقاء للجميع، وبيكملوا مشوارها، مشوار الخير، وبيكملوا كل حاجة هي سابتها عشان تخدم بيها هذا الوطن وهذا المجتمع، هم ربنا يديهم الصحة كده والعافية بيكملوها. وعايزة بقى أقول لكم على سر كمان، حياة دكتورة عبلة الكحلاوي من كتر محبة المحيطين بيها بيجتمعوا من وقت للتاني وبيعملوا لها ختمة قرآن، يعني شوفوا ازاي البني آدم لما يبقى عامل خير، وازاي يعني البني آدم لما بيبقى بجد سايب السيرة الطيبة، البقيات الصالحات، البقيات طبعاً الصالحة طبعاً البقيات ربنا الصالحات بيكمل يعني المسيرة بذكره الطيب، وهي طبعاً يعني ما فيش أجمل منها. عايزة دلوقتي أرحب معنا بالصديقة الجميلة دكتورة رودينا ياسين ابنة الراحلة دكتور عبلة الكحلاوي، أهلاً بك. أهلاً وسهلاً يا فندم. أهلاً وسهلاً دكتورة. شكراً على المقدمة الجميلة، و اهلا بحضرتك. ده اقل حاجه يعني احنا نقدمها لحضرتك، وارجوكي يعني ارجوكي يعني احنا النهارده يعني مش حابين، كنا نكلمك مش عايزين نثقل عليكي، يعني احنا كنا حابين نقول لك يعني احنا معاكي، حابين النهارده نقول لك ارجوكي يعني احنا قرنا لها الفاتحه، فارجوكي كمان يعني وصل لها السلام. لكن قولي لي النهارده اليوم عدى عليك ازاي يعني؟ كان يوم مؤلم، أنا كنت بهرب من الوشوش، كان يوم مؤلم، ولكن ماما موجودة في كل حتة في البقيات الصالحات، حبايبها جم من كذا مكان، كل واحد بيحتفل بطريقته الخاصة، كل واحد من حبايبها ممكن في ناس هي ما شافتهمش، عامل لها صور وعامل لها مجمعنا كلنا في صور في صور وكاتب عليها الباقيات الصالحات. أمي مكرمة، مكرمة في الدنيا ومكرمة في سماء ربنا يا رب. طيب عايزة أعرف منك بقى وتقولي كده للناس يا دكتور رودينا، إزاي دكتور عبلة كانت بتجمع كل الناس حواليها، يعني كانت جاذبة لكل البشر بشكل غريب جدا، بتنصحهم، اللي بيروح لها بشكوى، اللي بيروح لها في استشارة كده اجتماعية، وبعد كده يفضلوا بقى أصحاب، يعني ما بتبقاش مرحلة ولا موقف وخلاص وبيروح لحاله يعني. ماما كانت جابرة للقلوب وجابرة للعقول وجابرة للضعاف، فدايما لما بيبقى حد عنده مشكلة كانت بتعيشها وبتعيش تفاصيلها، وبعض الأوقات يعني احنا كلنا كنا قريبين منها قوي، فبنقعد معاها شايلين الهم لحد ما تتحل، لحد ما تقعد كده مع نفسها وتقعد تدعي ونربنا يقرب الخير ويفك الكرب، لحد ما تتحل الأزمة ويتحول صاحب المشكلة لصديق وأخ وبيبقى جزء من نسيج عائلتنا. أكيد يعني دكتورة عبلة الكحلاوي وكل واحد بعد انتقالها بقى كل واحد ليه قصة معاها. لكن أنتوا بقى كبناتها وكأسرتها، إحنا كان والتشرف بلقائها طبعا يعني كان بيشعر مدى حنيتها، ولكن أنتم بقى كان ايه دايما الحاجه اللي دايما في عيد الام بتحصل
الهدية اللي كانت بتحبها قوي واللي انتوا كنتوا بتفرحوها بيها لما تقدموها لها في عيد الأم؟ أمي كانت أم وأب بتحمل الحنان والطيبة وفي نفس الوقت الحزم والحسم. كانت مزيج بين الاثنين، وكان صعب قوي على أي ست إنها تحقق المزج ده، ولكن ماما نجحت إنها تحققه، فكانت بالنسبة لنا الأب والسند والستر وبعد ربنا طبعاً، كانت بالنسبة لنا الدرع الواقي، كانت بالنسبة لنا هي فعلاً الباقيات الصالحات. إيه الدعوة اللي كانت بتدعيها لكم؟ ربتنا بطريقة إنها كل واحد فينا أمه بتدعي له دعوة، الدعوة دي هو ماشي بيها، كانت بتدعي لكم إيه؟ هي دايما اكتر ما كانت بتدعي كانت بتوصي. ايوه توصي. طيب على فكره كانت بتقول إيه؟ اتفرجوا على بركات التوصيه دي. الله. تمسكوا بالباقيات الصالحات، تمسكوا بالحلم. الله. واعرفوا ان البركه جايه منها، واعرفوا ان رضا ربنا جاي منها، واعرفوا ان الستر جاي منها. فكلنا ربطنا احلامنا وربطنا كل حاجه بالباقيات الصالحات، بما هو باقي بالاثر. على فكره او بمعنى اصح زي ما بيقولوا الاجانب بالبرنت بتاعتها على الارض. على فكره عايزه اقول ان انتوا عيله ما شاء الله مترابطه جدا واصدقاء جدا، يعني مش اسره عادية، وعلاقتكم بدكتور عبلة كان فيها مودة كبيرة وأصحاب أصحابها كمان. ممكن تديني فكرة عن التقدير بالضبط كده، التقدير ده والاحترام ده والترابط اللي احنا في أمس الحاجة ليه دلوقتي. احنا بنسمع قصص غريبة جدا دخيلة أحيانا كثيرة على مجتمعنا، ناخد منك كده صورة حلوة عن الحقيقة لبيتنا المصري وأسرتنا المصرية. بالنسبة لأصدقاء أمي، ماما سابت جوه كل حد حاجة. في ناس ما نعرفهمش، يعني في صديقة أنا ما أعرفهاش غير من خلال الفيسبوك، لقيتها بعتالي من أسبوعين بتقولي أنا عملت صدقة جارية لماما عبلة، فبقولها أنت ما تعرفيهاش وما شفتيهاش. قالت لي بحكم الونس، بحق الونس، أمك ونستني وأنا في أصعب أيام الغربة، ما سابتنيش، طبطبت عليا، كلامها طبطب عليا، كلامها عمر بيتي، كلامها صلح حياتي، فده بحق الونس أنا عملت البير ده لأمك. فسابت جوه كل حد حاجة، هي ما بتخاطبوش هو شخصيا، ولكن بتشعري ان كلامها موجه ليكي، بتشعري ان الرسائل بتاعها جايه لك انت، بتخاطبك انت، وده دليل انها مقتربه من الروح قوي، وده دليل ان وهي بتتكلم روحها متالفه كانها قوي. بتخاطب كل واحد بلسان امه، يعني كنت بشوف فيها امي، بشوف فيها خالتي، بشوف فيها حد قريب حقيقي. مني مش مجرد مذيع او داعيه طالع من الشاشه بيتكلم، رحمه الله عليها. يعني حنيتها كانت واصله، هي كانت قريبه جدا. ناس كتير بتقول يعني امنا صح، الام يعني كل اللي عنده ام كان دايما، يعني انا فاكره عيد الام العام الماضي كان البيت كله ورد. وناس احنا ما نعرفهاش بس كل واحد شايف فيها امه، كل واحد بتوصي كمان يا دكتور رودينا، بتوصي دايما حتى في برنامجها على الست، وتوصي الراجل على مراته، وتوصي الاخ على اخته، كانت قلقانه دايما كده على يعني البنت في بيتها او المراه الام في بيتها، يعني كانت دايما عايز تديها حقها قدر المستطاع. ده حقيقي. ماما كانت بتتعامل في الدين بروح الدين. ايوه بالظبط. فبالتالي ما كانتش بتدي احكام وبتدي قرارات واوامر، بالعكس كانت بتعامل بالروح. صحيح. والروح دي هي اللي قربت الناس حواليها. أيوة. وهي اللي خلت كل واحد يحس ان هو اللي مخاطب. رحمه الله عليها، رحمه الله عليها، ويعني ان شاء الله باذن الله يعني هي دائما باقيه في قلوبنا، وان شاء الله علمها وجهدها ودعوتها دي في ميزان حسناتها ان شاء الله، وربنا يجعلكم كده خير خلف لخير سلف، وتكملوا المشوار اللي هي قامت بيه حتى في الرعايه المجتمعيه والتكافل الاجتماعي اللي هي قامت بيه، والاعمال الخيريه. فربنا ان شاء الله يعينكم
على المسؤولية الكبيرة دي، ورحمة الله عليها دايما باقية في قلوبنا صاحبة الباقيات الصالحات الدكتورة عبلة الكحلاوي. والله دكتورة رضينا احنا بنشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا، وارجو ما كناش يعني لو ما كناش اثقلنا عليك يعني. كل الشكر. شكرا لحضرتك دكتورة رضينا، شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. ودلوقتي احنا هنعيد مداخلة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي كانت منذ قليل تعقيبا على السيدة ناهد الست المصرية الجدعة اللي بتشقى علشان توفر قوت يومها وعلشان تعيش حياة كريمة، فكان في رد سريع من الرئاسة على حياتها وعلى موقفها وعلى مطالبها اللي قالتها معانا عبر وجودها على شاشة برنامج من مصر. خلينا نسمع هذه المكالمة وهذا الاتصال الهاتفي، وكانت أكبر هدية النهاردة لينا، تشرفنا بوجود سيادة الرئيس، وأكبر هدية كمان للست ناهد ولكل امرأة مصرية. النهارده كمان كانت الهديه بقرارات كتيره بتصب في صالح كل امراه مصريه. نتابع. معانا على التليفون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد الرئيس مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير مقدم شريف ميكاوي سكرتاري سياده الرئيس. اهلا بيك يا فندم. هدخل سيادتك مع سياده الرئيس. اتفضل يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. سياده الرئيس يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بقى تم صح. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا الحقيقه ان شاء الله اشوف الست ناهد من غير ما اتصل وابلغها تحياتي واحترامي واعتزازي. وكمان ألم ألمش إن يبقى في خمس بنات وهي بتجري عليهم كده وإحنا بنتفرج عليها. ف بنديك الصحة والمطلبين، وإن كان ليها تقييم أو رأي آخر يعني معرفش اسمها إيه. اتفضل يا فندم. هي سامع يا فندم. هي بنتي يعني. إن الخمس بنات محتاجين رعاية، والرعاية الخمس بنات هيبقوا خمس أسر بعد كده. فأنا يعني احنا هندبر كل اللي انت عايزاه، وبالمناسبة احنا بندبر ده انك انت تستحق كل خير وتستحق كل خير. صحيح. وكل ست تعمل كده تاج على ربنا وتشرفنا. لأن أنا بس عايز أقول إيه؟ اتفضل. النقطة دي أنتوا ليه عرفتوا؟ احترم قوي الست المصرية، لان شوف الساعة 14 ترجع الساعة 4 تشيل على ما بقتش ست طبعا بقت ب 100 راجل يعني. حقيقي. فانا بس عايز ان كان صوتي يوصل لها يعني، ولكل ست انا مش شايفها بقول لكل مسؤول في مصر في المحافظة المحليات، من فضلكم خلي بالكم من اهلكم، خلي بالكم من عرضكم. الست عرض واحنا مسؤولين عنها في الظروف اللي زي كده يعني. انا اللي بطوله ما بستناش، بس انا في ناس كتير ما بطلعش ما اعرفها ما بسمعش عنها. فاللي موجود بيسمع يا يعمل يا يقول لي، وانا ان شاء الله اعمل. ربنا يكبر بخاطر حضرتك يعني. شاكر جدا يا استاذ عمرو. الحقيقه بشكركم على ان انتم يعني بتجيبوا امثله رائعه للناس عشان تبينوا قد ايه شوف الام عامله ازاي. صحيح يا صحيح. صحيح صحيح اتفضلي. يعني كل التحية والتقدير أولا لوجود حضرتك معانا يا فندم، ده شيء يسعدنا جدا، وسعيدة قوي في يوم زي ده النهاردة إن أنا أسمع صوت حضرتك، وبشكر حضرتك على كل التوجيهات اللي تمت النهاردة. أنا بدأت الحلقة وقلت ده إنه من أهم ما حدث اليوم الهدية الكبيرة اللي تقدمت في الاحتفالية صباح هذا اليوم لكل امرأة مصرية كانت بتعاني من الكثير من القضايا. النهاردة يعني حسمت وبكل وضوح كان في توجيهات رئاسية
بانه الامور تؤخذ بشكل مختلف ويتم تنفيذها وتطبيقها على الارض على وجه السرعه. فانا اللي بشكر حضرتك وسعيده جدا بكل القرارات اللي اخذت النهارده لانها في النهايه بتصب في صالح كل امراه مصريه. طيب الحقيقه يا فندم برضه احنا بنشكر سيادتك على مطالبه حضرتك للجهات المعنيه بالقضاء على ظاهره المراه الغارمه او ظاهره الغارمات، فشكرا جزيلا لحضرتك واكيد ده هيفرج كرب امهات كتير وسيدات كتير دلوقتي. انا يعني عايز اقول لك على حاجه اقول لكم ومن خلالكم لكل الناس في مصر، والله انا بتمنى اعمل كل حاجه حلوه للناس خاصه للناس اللي الظروف الصعبه اللي زي المسألة ده ومنه كتير في مصر وفي كل حته في مصر في كده، لان احنا بلد يعني ظروفنا مش يعني مش احنا مش دوله مش غنيه، ولكن على الاقل يبقى قلوبنا ويبقى ارادتنا ربنا سبحانه وتعالى عندنا ان احنا نقدم لهم كل حاجه على قد ما ربنا يقدرنا. فانا بس بوجه لك التحيه وبوجه لي العفو للزميله الفاضله ريهام. اشكرك يا فندم على الجهد دوت وعلى التمثيل دي. وبالمناسبه انا عايز اقول لكم يا ريت يفضل الامثله دي على طول تبقى موجوده. حاضر. يعني ان شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك. انا اللي متشكر وبشكركم وارجو ان انتم تبلغوا استاذنيه حالا شاهد ان احنا كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. هي سامعه حضرتك ويعني دي اكبر هديه النهارده يا فندم، شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا جزيلا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفضل يا حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متشكرين جدا يعني استجابة حضرتك للاستجابة الفورية. اللهم صل. طيب ده كان مرة تانية إعادة للاتصال الهاتفي اللي تشرفنا به من الرئيس عبد الفتاح السيسي واستجابة سيادته الفورية للسيدة ناهد اللي كانت معانا على الهواء، يعني بعد يمكن 5 دقائق أو شيء أو 10 دقائق من وجودها وعرضها لحالتها الصعبة اللي هي كانت اللي هي بتقوم بيه اللي هي في حياتها. أنا بتخرج من 4 الفجر تشتغل على التروسيكل بتدفع له قسط 1200 جنيه في الشهر، في رقبتها 5 بنات وزوجها واضح ان هو بيقضي عقوبة في السجن، وخمس بنات بتخرج من الفجر وتشقى عليهم وقاعدة في بيت شقة صغيرة تدفع لها 500 جنيه ايجار، في النهاية في اخر اليوم تقعد تشيل عفش وعزال وقطن وشولة زي ما حضراتكم شايفين وتدفع لها 500 جنيه الايجار، وفي الاخر اليوم بتاعها بيخرج ب 100 جنيه. فالحقيقه دي كانت استجابه كريمه ومشكوره من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذه السيده وتفريج كربتها وهمها اللي هي فيه، فشكرا جزيلا ليه. وخلينا طبعا يعني كمان نشكر اصحاب الفضل يعني في هذا الفيديو اللي هو احنا اخذناه من موقع جريده الوطن، وبنشكر الزميله الصحفيه سمر صالح الصحفيه بجريده الوطن. الحقيقه كانت هي طبعا يعني ده جهدها في الاساس، فلازم ننسب الفضل لاهله، واحنا بالتالي احنا دورنا ان احنا بننتقي هذه الحالات من المواقع الاخباريه او من زملائنا في الصحافه، واحنا بنقدر نسلط عليها الضوء ونقدر نطلعهم على التلفزيون يتكلموا. فانا بشكر طبعا صحيفه الوطن وبشكر زميلتنا سمر صالح الصحفية بالوطن، وطبعا الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ محمود مسلم شكرا جزيلا وكل الزملاء يعني في جريدة الوطن. نروح لنموذج تاني مشرف، والنهاردة يعني حلقتنا كلها هي المرأة المصرية ونماذج مشرفة ونماذج ملهمة. يعني أقول إيه، هي أم إخواتها، أم إخواتها، وهتعرف حضرتك كلية أنا بقول هي أم إخواتها لأن هي وهي بنت صغيرة لقت نفسها مسؤولة عن إخواتها بعد رحيل والدها ووالدتها. مش بس كده، أخوها اللي كان ظهرها في الدنيا وكان شايل معاه المسؤولية توفاه الله. مش بس كده، اتعرضت لحادث مروري كان نتيجته إن هي فقدت دراعها اليمين، ولكن كملت والابتسامة على وشها الجميل حققت حلمها، عفرت أوحت في الدنيا، اتحملت المسؤولية، والنهارده وجه مشرف احنا لازم نتصل بيها. مش بس الام، هي الام اللي بتولد، الام هي اللي بتربي، الام هي اللي بتتحمل مسؤوليه وبتشقى وبتتعب. معانا ام اخواتها، ام اخواتها الاستاذه لبنى الشرقاوي، نموذج للفتاه المصريه الكريمه والمكافحه. ايه النور ده يا استاذه لبنى، ازي صحتك؟ الو، ازي حضرتك؟ الله يخليكي، كل سنه وانت طيبه.
وحضرتك طيب؟ ازيك يا لبنى، وكل سنه وانتي طيبه وجميله ومنوره كده الدنيا. والنهارده احنا سعداء بيكي، وتحمل المسؤوليه ده شيء فيه شرف على فكره كبير جدا، وانتي كنت قد المسؤوليه. احكي لنا بقى الامور بدات كده معاكي ازاي، ولقيتي نفسك فجاه يعني في الدور الكبير ده؟ تسلمي لي يا رب. واولا انا سعيده جدا بوجودي معاكم، ده شرف لينا. هو الموضوع مش صعب ولا حاجة، هو الموضوع يعني خلاص انت لقيتي نفسك في موقف ولازم خلاص اتحطيتي فيه ولازم تتأقلمي عليه، ودي الحياة ولازم تمشي. انا كنت في تانية دبلوم تجارة، وانا راجع من الامتحان عملت حادث مروري، ايدي اليمين اتقطعت. تمام. كان هدفي ان انا اكمل دراسه واوصل لحاجه في حياتي، والحمد لله ان الحاسه دي كانت سبب في ان انا اكمل دراسه، لاني لولاها انا ما كنتش هكمل وما كنتش هعمل اي حاجه خالص في حياتي. طب هنرجع للحاسه، هنرجع ليها وازاي اتعلمت الكتابه بايدك الشمال وكملتي ودخلت الجامعه، ولكن احكي لنا انك كمان تتحملي مسؤوليه اخواتك بعد رحيل الاب والام والاخ، دي قصه صعبه وانت لسه عود اخضر زي ما بيقولوا يعني. لسه صغيرة 16 سنة، كنت 16 سنة. طفلة في نظر القانون كنت طفلة بالظبط كده، ويمكن دي السن ده خلاني اتأقلم على موضوع الحادثة وما احسش بحاجة، ان انا خلاص اخدتها اللي هو عادي، حاجة عادية يعني. انا فاكرة وانا بفوق من الحادثة بقول لوالدتي شفتي خدوا دراعي، قالت لي في داهية احنا هنعمل بو ايه؟ قلت لها طب خلاص في داهية هنعمل بفعلا. طيب رحيل الاب والام، فالسن ده اللي هو يعني اللي هو كنت فعلا سام. رحيل الاب والام وتتحملي المسؤوليه، قابلتي ده ازاي؟ واخواتك كانوا عندهم كام سنه وقتها؟ متعود اخواتي كانوا اكبر مني، اخواتي كانوا انا قبل الاخيره، كان في بعدي اخت وقبلي اخ الله يرحمه، توفى بعد الحادثه بسنتين. انا يعني مش عارفه، هو هي جت معايا كده، انا كان عندي رغبه وكان عندي امل وكنت متفائله وما يئستش، وحاولت ان انا يعني هي الضربه ما وجعتنيش، هي ضربه قوتني. وانت لما بتتحط في الموقف بتبقى عايز تعمل اي حاجه، خلاص انت بتفكر في كل الاتجاهات خلاص. يعني انت مضطر تتعلم بالشمال، ومضطر ان انت تكمل دراسه، ومضطر ان انت تشتغل عشان تكمل حياتك، مضطر ان انت تصرف وتشيل مسؤوليه البيت. يعني ايه اصعب حاجه، ايه اصعب حاجه بكل الطرق يا لبنى قابلتيها مع اخواتك؟ يعني اكيد مقدرين موقفك، لكن يعني هي دي الحياه وهم اعمار مختلفه، فاكيد المسؤوليه دي حطيتك في مره قدام موقف يعني حاولتي تاخدي فيه نصيحه، استشاره، حاولتي تشوفي كده اللي حواليك تصرفوا فيه قبل كده ازاي، تجربتهم يعني تقريبا انا اللي كنت بنصحهم. بتنصحي الناس اللي حواليك اصلا من تجربتك مع اخواتك؟ يعني تقريبا انا اللي كنت اخواتك كانوا صعبين قوي كده، يعني اللي انا ما عشتش سني يعني. انا خلاص انا ما عشتش سني. بس عموما يعني انا اتعلمت كتير يعني. انا بس مش على حكايه الحادثه، انا على فكره كنت مرشحه لانتخابات مجلس الشعب 2020، وكنت داخله بدون اي دعايه وبدون اي مصاريف وبدون اي تكلفه، واخدت الى ما يقرب تقريبا 20,000 صوت. انت يعني 20,000 صوت مكافحه وناجحه ما شاء الله عليك. ده ايمان شديد كمان برضو، انت بتقولي من غير اي حاجه خالص كده تقدمتي واخدت 20,000 صوت. مين اللي معاكي، مين اللي معاكي في الصوره الجميله دي؟ مين الأمرين الصغيرين دول؟ ولاد اخواتي. ولاد اخواتك؟ ولاد اخواتك يعني اخواتك اتجوزوا؟ ولاد اخواتي. وخلفوا؟ اخواتي متجوزين وطبعا عندهم اطفالهم، وانا مش لا يعني دلوقتي مش خليتهم، انا امهم. امهم. اتحملتي المسؤوليه واشتغلتي، احكي لنا اشتغلتي ازاي واشتغلتي اشتغلتي فين؟ اشتغلتي ازاي؟ وتحملتي المسؤوليه بتاعت الشغل دي ازاي؟ انا كنت بكتب باليمين. انا كنت بكتب باليمين وانا في المستشفى فتره الحادثه، اتعلمت الكتابه بالشمال. انا قبل الحادثه حاولت اكتب بالشمال ومعرفتش، يعني حاولت اخد خطوات بالشمال ومعرفتش. بعد كده خلاص يعني حصل
وصلت الحاسة وحاولت ان انا اكتب بالشمال. الموضوع كان سهل معايا، الموضوع ما اخدش معايا اسبوع، انا قعدت في المستشفى شهرين، الموضوع ما اخدش معايا اسبوع. ربنا حبيبتي طبعا اكيد قدرك. طيب يا لبنى، هو انت الاكبر ولا انت الثانيه مثلا في اخواتك؟ لا انا قبل الاخيره، انا رقم 5. ما اصل هو ملفت قوي انهم ولاد اخواتك، يعني انت قبل الاخيره وتحملتي المسؤوليه دي وشلتيهم وبظروفك دي. هما بيشتغلوا. نعم. تحملتي المسؤوليه بظروفك دي وانت قبل الاخيره، انت صغيره يعني، نقدر نقول انت صغيره. كان عندها 16 سنه لما شالت المسؤوليه. يعني انا مش سامعه حلو حبيبتي. ايه انت صغيره وشلتي المسؤوليه صغيره، وفي اكبر منك في البيت، انا عايزه افهم بس الحته دي، وشايله يعني دور كبير جدا. لا لا، اخواتي اتجوزوا. احنا كنا ثلاثه في البيت ووالدتي، وطبعا والدي كان متوفي. فما طيب. كانش في غير. بتفكري في ايه يعني دلوقتي بعد ما شاء الله اللي انت حققتيه؟ اكيد دلوقتي عندك احلام تانية، وانا متاكد ان شاء الله ربنا هيديكي ويرضيكي يعني. كتير. فبتفكري في ايه؟ يعني انا واحده احلامها ما بتنتهيش. قولي لنا كده حلم منهم. لا قولي لنا حلم منهم ربنا ان شاء الله يحققه لك. يعني انا حلم الدكتوراه عموما، ده حاجه اساسيه في حياتي ان انا اخد الدكتوراه. ربنا يكرمك. انت في كليه التجاره جامعه عين شمس؟ بداتي في الدراسات العليا. اول حاجه ان انا اصلا كنت دبلوم تجاره. انا كنت دبلوم تجاره في الاساس اصلا. كويس. واخدت كليه تجاره وطلعت بتقدير ممتاز امتياز، وبعدين دخلت في الماجستير، والمفروض ان انا اناقش الفتره الجايه. بالتوفيق ان شاء الله. معاكي احنا بقى في المناقشه، وهنشوف بقى وهنشوف أكيد بقى طبعا. شرف التقدير ان شاء الله اكيد هيبقى كبير. انا عايزه اقول لك ان اختيارك في الالوان حلو جدا في الصور اللي بتتعرض دلوقتي وبنشوفها مع بعض. واللي لابسه فيها الاشارب الاخضر الجميل ده، يا رب يخلي كل ايامك باللون الحلو ده، ويعني ما شاء الله انيقه وجميله ومتفوقه كده يا لبنى. ربنا يسعدك ويهنيكي. شكرا. نقول لك يا دكتوره لبنى ان شاء الله، يعني ان شاء الله يعني هخلينا نحلم معاكي وربنا يكتب لك الخير كله. شكرا جزيلا، ونبارك لك قريب على الدكتوراه ان شاء الله، ماجستير ثم الدكتوراه. يعني لبنى الشرقاوي شكرا جزيلا، نموذج للفتاه والمراه الشابه المكافحه، شكرا جزيلا ليكي. خليني ارجع تاني معلش لمكالمه صدر رئيس في جزئيه سيادته كان بيتكلم على حاله الست ناهد، ورئيس بيناشد كل مسؤول يعني ان هو ياخد باله من الناس، لان في النهايه يعني مش كل يعني مهما كان المسؤول كان يعني رئيس الجمهوريه اكيد مش هيعرف حاله كل مواطن في ال 100 110 مليون ولا 105 مليون، ده صعب. ولكن الاحتكاك الرئيسي بيبقى مع مسؤولين الاحياء، مع الشغال في الحي، مع الجهه الفلانيه اللي الست الطيبه دي عايزه تخلص. فواضح انها كان ليها طلب مثلا في الحي، هي في اوسيم، مركز ومدينه اوسيم لو انا ما كنتش غلطان، فواضح انها كان عندها مشكله في الكشك. فمناجده الرئيس، ومش مناجده يعني، هو الطلب اللي طلبه الرئيس النهارده او التوجيه للمسؤولين انهم يحسوا بهذه الفئه من الناس المصريين، الناس اللي بتكافح، اعتقد دي جزئيه مهمه جدا جدا، وجات في مداخله السيد الرئيس اللي تشرفنا بها من دقائق قليله. فارجوكم نسمع تاني ونسمع الجزئيه دي، واللي ان شاء الله يعني نتمنى يكون ليها تنفيذ واستجابه باذن الله من كل مسؤول بيسمعنا، ان هو ازاي يتجاوب مع هذه المطالب. ممكن يكون سيده في الظروف دي كل حلمها كشك، هي بتقول لك انا ظهري اتقطب، ظهري وجعني من كتر الشيل، شغاله من الساعه 4 الفجر على التروسيكل، كل حلمها كشك. قد ممكن بسبب الكشك ده وزيها كتير ممكن تروح وتيجي 100 مره وتيأس ان يكون عندها كشك. ولكن يعني استجابة الرئيس النهاردة وكمان توجيهه للمسؤولين هم يحسوا بالناس اللي من هذه الفئة من الشعب المصري وتستحق كل الدعم والاحترام، أعتقد دي رسالة مهمة جدا. ونسمع الجزء ده مرة تانية في كلمة السيد الرئيس ومداخلته معنا من شوية. معنا على التليفون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد الرئيس مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير مقدم شريف ميكاوي سكرتاري سيادة الرئيس. أهلا بيك يا فندم. هدخل سيادتك مع سيادة الرئيس. اتفضل يا فندم. الو مساء الخير يا فندم. سياده الرئيس يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بقى تم صح. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم. اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا الحقيقه ان شاء الله اشوف الست ناهد من غير ما اتصل وابلغها تحياتي واحترامي واعتزالي.
وكمان ألم، ألم شديد إن يبقى في خمس بنات وهي بتجري عليهم كده وإحنا بنتفرج عليها. ف بنديك الصحة والمطلبين، وإن كان ليها تقديم أو رأي آخر يعني معرفش اسمها إيه. اتفضل يا فندم. هي سامع يا فندم. هي بنتي يعني. إن الخمس بنات محتاجين رعاية. والرعاية الخمس بنات هيبقوا خمس أسر بعد كده. فأنا يعني إحنا هندبر كل اللي أنت عايزاه. وبالمناسبة إحنا بندبر ده إنك أنت تستحق كل خير. وتستحق كل خير. صحيح. وكل ست تعمل كده تاج على ربنا. وتشرفنا. لأن أنا بس عايز أقول إيه؟ اتفضل. النقطة دي أنتوا ليه عرفتوا؟ احترم قوي الست المصرية، لان شوف الساعة 12 ترجع الساعة 4 تشيل على ما بقتش ست طبعا بقت ب 100 راجل يعني. فانا بس عايز ان كان صوتي يوصل لها يعني، ولكل ست انا مش شايفها بقول لكل مسؤول في مصر في المحافظة المحليات من فضلكم خلي بالكم، خلي بالكم من اهلكم، خلي بالكم من نفسكم، خلي بالكم من عرضكم. الست عرض واحنا مسؤولين عنها في الظروف اللي كده يعني. انا اللي بطوله ما بستناش، بس انا في ناس كتير ما بطولهاش، ما اعرفها، ما بسمعش عنها. فاللي موجود بيسمع يا يعمل يا يقول لي، وانا ان شاء الله اعمل. ربنا يكبر بخاطر حضرتك يعني. متشكر جدا يا استاذ عمرو. الحقيقه انا بشكركم على ان انتم يعني بتجيبوا امثله رائعه للناس عشان تبينوا قد ايه شوف الام عامله ازاي. صحيح يا صحيح صحيح صحيح. اتفضلي. يعني كل التحيه والتقدير اولا لوجود حضرتك معانا يا فندم، ده شيء يسعدنا جدا، وسعيده قوي في يوم زي ده النهارده ان انا اسمع صوت حضرتك. وبشكر حضرتك على كل التوجيهات اللي تمت النهارده. انا بدات الحلقه وقلت ده انه من اهم ما حدث اليوم الهديه الكبيره اللي اتقدمت في الاحتفاليه صباح هذا اليوم لكل امراه مصريه كانت بتعاني من الكثير من القضايا. النهارده يعني حسمت، وبكل وضوح كان في توجيهات رئاسية بأنه الأمور تؤخذ بشكل مختلف ويتم تنفيذها وتطبيقها على الأرض على وجه السرعة. فأنا اللي بشكر حضرتك وسعيدة جدا بكل القرارات اللي أخذت النهاردة، لأنها في النهاية بتصب في صالح كل امرأة مصرية. طيب الحقيقة فندم برضو احنا بنشكر سيادتك على مطالبة حضرتك للجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة المرأة الغارمة أو ظاهرة الغارمات، فشكرا جزيلا لحضرتك، وأكيد ده هيفرج كرب أمهات كتير وسيدات كتير دلوقتي. أنا يعني عايز أقول لك على حاجة أقول لكم ومن خلالكم لكل الناس في مصر، والله أنا بتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس، خاصة الناس اللي الظروف صعبة اللي زي المسألة ده، ومنه كتير في مصر وفي كل حتة في مصر في كده، لأن إحنا بلد يعني ظروفنا مش يعني مش احنا مش دولة مش غنية، ولكن على الأقل يبقى قلوبنا ويبقى إرادتنا ربنا سبحانه وتعالى عندنا إن احنا نقدم لهم كل حاجة على قد ما ربنا يقدرنا. فأنا بس بوجه لك التحية وبوجه للزميلة الفاضلة ريهام. أشكرك يا فندم على الجهد دوت وعلى التمثيل دي. وبالمناسبة أنا عايز أقول لكم يا ريت يفضل الأمثلة دي على طول تبقى موجودة. حاضر. يعني إن شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك. أنا اللي متشكر وبشكركم، وأرجو إن أنتم تبلغوا الأستاذة ناهد. حالا. ناهد إن إحنا كل اللي أنت عايزاه إن شاء الله. هي سامعة حضرتك ويعني دي أكبر هدية النهاردة يا فندم. شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا جزيلا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفضل يا حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، متشكرين جدا يعني استجابة حضرتك للاستجابة الفورية.
يعني ماذا أقول بعد ما بعد ما شفناه وبعد ما قيل يعني عن الفنانة اللي مرتبطة في أذهاننا في تاريخ الدراما في تاريخ السينما بأدوار كلها محترمة وجميلة ومعبرة عننا بجد عن واقعنا عن أسرتنا عن الأم المصرية عن الأخت الأم لسه كنا بنتكلم عن نموذج حقيقي في المجتمع مع لبنى شرقاوي اللي كانت ضيفتنا منذ قليل عبر الصوت والصورة. فردوس عبد الحميد أكتر يمكن ممثلة قدمت ده في النوى قدمت ده في ليلة القبض على فاطمة. فردوس عبد الحميد عرفت ازاي فعلا انها تختار ادوار تعيش وتستمر ما تبقاش ناجحة في وقتها فقط ولكن ناجحة عبر التاريخ وعبر الاجيال. برحب بضيفتنا وضيفتكم الفنانة القديرة الجميلة فردوس عبد الحميد. كل سنة وحضرتك طيبة. حضرتك طيبة والامهات كلها طيبين وبخير. وبعدين بس انا عايزه اقول تعليق انا وانا بره. أيوة. كلهم بيقولوا لي انت وشك حلو قوي. أيوة طبعا. عشان سيادة الرئيس دخل وانت اول ما جيتي يعني الخير على قدوم الوردين. احنا تشرفنا طبعا بمكالمه السيد الرئيس النهارده وتقديره للمراه المصريه ليس طبعًا. بجديد الحقيقه فيعني نستكمل بقى الحديث عن المراه المصريه وعظمتها. فردوس عبد الحميد اخترتي يمكن الدور ده جداره المراه المصريه في اجتياز الصعاب. هل ده كان هدف لانه معظم المسلسلات والاعمال اللي قدمتيها كنت بتركزي على بطوله المراه المصريه في الحياه؟ هو انا عايزه اقول ان المراه المصريه بدون تحيز وبدون مجامله هي اعظم امراه في العالم. لان الواحد لما بيشوف المراه المصريه بتعمل ايه يعني بتضحي بروحها وبتضحي وبتنكر ذاتها عشان عيلتها ايا كان مش بس عشان ولادها. يعني احنا لسه كنا بنتكلم على ظاهره الاخت الام. صحيح. دي مش موجوده في اي بلد في العالم. الاخت اللي هي لما عائل الاسره بيروح الام والاب وهي بتتولى تربيه اخواتها وبتضحي بمستقبلها وباحلامها عشان خاطر يعني اخواتها وتربيهم. دي الظاهره دي مش موجوده الا في مصر. كل واحد بره بيشيل نفسه. بالظبط كده. يعني مش ممكن حد يتخيل ان ست تضحي بعمرها كله وتنهي حياتها هي لمجرد انها بقت ام لاخواتها. حضرتك عملتي ده يعني عملته في ليله القبض على فاطمه. في ليله القبض على فاطمه. يعني حضنتي على اخواتك حميتيهم حتى من اخوهم. بالظبط. صح حتى من اخوهم يعني. وفي النوه كمان. وفي النوه اللي هي الاخت اللي كانت هي بتراعي الاخوات كلهم ودمها خفيف بقى معاهم في الحياه. يعني مش دور الام اللي هي طول الوقت بتعاقب وبتنبه وبتنصح. ساعات برضو كنت بتعرفيهم انك اختهم وده كان مهم جدا ان حضرتك توصلي لازم العلاقه برضو يبقى فيها الاخذ والعطاء ده. ودي من يعني من سمات الام المصريه انها لما بتوجه ما بتوجهش بالعنف لا بتوجه ممكن بخفه الدم. يعني بتحسس الطفل انه يعني انها ما بتحسسوش انها بتوجه له حاجه ممكن تبقى جافه لكن ممكن تعملها له في نكتة. صحيح. في هزارة في كده لغاية ما يستوعب. فيعني الحقيقة كل الشكر للأم المصرية اللي هي بتضحي بكل أمالها وأحلامها من أجل عيلتها. فكرة الأم المصرية اللي حضرتك بتأكد عليها لما بنشوف عبر الزمن كده ونقارن جدتي ثم أمي ثم دلوقتي زوجتي أو أختي بتتعامل إزاي مع الأولاد بلاقي ان الجين واحد الكتالوج واحد مع ان المؤثرات اختلفت العصر اختلف كل حاجه اختلفت ولكن بيظل الجين اللي عند الام المصريه ماركه مسجله باسمها ودي مش مجامله او تحيز والله. حضرتك بتفسري ده بايه؟ بفسره بالحضاره ان الشعب ده عنده تراكم حضاري كبير قوي وخبره واسعه فبتلاقي احنا عندنا حاجات مثلا بتحصل في حياتنا تلاقيها كل بيت فيها نفس العادات والتقاليد. حقيقي. وممكن طريقة الأكل ممكن طريقة توجيه الأطفال بتلاقي مفيش شعوب متطابقة
كده زي الشعب المصري يعني. وده أنا أعتقد إنه هو نابع من حضارتنا المتراكمة اللي هي ادتنا الخبرة المتراكمة أيضا علشان نبقى يعني نسيج واحد. الله. مفيش شعب نسيج واحد زي الشعب المصري. صحيح. لأنه في عادات غريبة جدا يعني بتلاقيها في كل بيت، حتى عادات الأكل متفقين كده عليها من غير ما نقول، متفقين من غير ما نقول يعني بتلاقيها في كل بيت من غير ما نقول. صح. فده حاجة غريبة جدا ما تلاقيهاش إلا في شعب واحد هو الشعب المصري. من أجمل من قدم برضو دور الأم، مش عارفة أكيد حضرتك تتفقي معايا، وكلنا بنحبها وعزيزة كده علينا كلنا، على بيوتنا على أهلنا، الفنانة الراحلة الجميلة رجاء الجداوي. رجاء الجداوي دي ست كده زي العسل، وطبيعية جدا في أدائها، وفي دورها كمان في الحياة كان كبير جدا مع بنتها الجميلة أميرة مختار. أميرة مختار معانا دلوقتي، معانا عبر الصوت والصورة أعتقد، مش اتصال هاتفي ده صح كده؟ أميرة ازيك يا أميرة؟ سعداء بوجودك يا حبيبتي معانا. مساء الخير. وربنا يبارك فيكي. ازيك يا ريهام؟ ومعانا الفنانه فردوس. ازيك يا عمرو؟ اهلا يا اميره. معانا الفنانه طبعا طنط فردوس اول واحده. كل سنه وحضرتك طيبه يا طنط فردوس. كل سنه وحضرتك طيبه، وسعيده قوي ان انا معاكم في الحلقه الجميله دي النهارده. ربنا يرحمها. امين يا رب. كانت جميله اللي عندها قوي يا طنط قوي. كانت جميلة وحبوبة ومتنوعة حتى في أدوارها. صحيح. واجتماعية وبتحب كل الناس. أم بتنصح وبتربي وتقول للزوجة تاخد بالها والراجل ياخد باله من إيه، وكانت يعني كأنها مربية اجتماعية لينا وإحنا قاعدين حتى بنتفرج عليها، سواء في الدراما أو في الأفلام أو حتى في البرامج، فكانت أم لينا وموجهة لينا. فيا بختك بيها أميرة يعني، ورحمة الله عليها. ربنا يخليك يا عمر، دي حقيقة. أنا محظوظة إنها أمي، والنهاردة الحب اللي شفته من الناس وتدفق البشر في زيارتها النهاردة كان شيء يعني جميل جدا. احكي لنا. النهاردة لقيت البيت بيجي ورد من أسامي معرفهاش. النهاردة كان يوم حلو قوي يا عمر، يعني بالرغم من إني كنت متوقعة إنه هيبقى يوم صعب قوي، لكن حقيقة الأمر إن اليوم كله كان حلو. حب الناس حلو والنجاح حلو. ماما نجحت انها تدخل قلوب الناس. صح. وفعلا النهاردة لقيت تليفونات ان الناس عايزة تروح تزورها، ناس اعرفها، وعلى فكرة عمر ناس ما عرفهاش يعني وصلوا لي عن طريق الانستجرام بالدي ام وقالوا لي هنروح نزورها بعد اذنك. في بعض الناس راحت الصبح بدري، وبعدين لقيت هنا في ورد مبعوت لي. عايز اقول لك ده نفس اللي حصل مع اسره الراحله الدكتوره عبله الكحلاوي. أيوة. لسه دكتوره رودينا بتحكي لنا نفس الكلام اللي حصل بالظبط اللي انت بتقوليه. والله ايوه بالظبط. هي سيره، هي سيره، وهي حب الناس. وانا بعتبر ان الفنان محظوظ في انه بيفضل خالد، يعني مفيش، انا ما بعتبرش ان في انسان بيوصل رساله للبني ادمين او للبشر الا بيفضل عايش، سواء عن طريق العلم او الفن او دوره او شغله. الرساله اللي ليه دور بيفضل الرسالة. عايش. طب قولي لي بقى يا اميره. بالظبط. احنا بنتكلم دايما عن رجاء الجداوي الام، وبنمسي عليكي في كل مناسبه قد ما بنقدر لاننا بنحبها. ربنا يديكي الصحه والبركه كده في عمرك، وتكملي مشوارها. شايفاكي يعني على الانستجرام بتكملي بالصور الحلوه وبالادعيه الجميله. علاقتها ايه بوالدتها رجاء الجداوي؟ هي عاشت عشان مامتها، وكانت لما كبرت تقول لي انا مش خايفه لان ربنا هيكرمني لاني عمري ما زعلت امي. فكنت اقول لها مامي دي رساله ليا، تقول لي لا حقيقي انا عمري ما غضبت امي ولا زعلتها في يوم. فهي كانت عايشه عشان امها، اشتغلت وهي صغيره قوي في السن علشان خاطر تسند الاسره وتسند العيله، في حين ان احنا يعني اصل اسرتها طبقه متوسطه، ولكن هي بدات تشتغل وهي صغيره الاول في الترجمه وفي جراج هيئه نقل عام، وبعد كده شافها مسيو ناري بركات
وخدوها في دعاء الكروان، وبدأ بعد كده الفن وعروض الأزياء و إلى أن وصلت لإسألوا رجاء العشرين سنة الأخيرة، اللي هو أنا بعتبره النجاح الحقيقي فوق الفن كمان، لأنها وصلت لكل بيت كأم زي ما أنتوا بتقولوا عمرو وريام النهاردة. هي وصلت للناس، وصلت للبيوت لمشاكلهم، فبقت أم. منين ما بنخرج في حتة تلاقي الناس بيجروا يقولوا لها المشكلة عشان تفيدهم تضيف لهم. في ناس يقولوا لها هنقول لك وما تقوليش، في ناس بيقولوا لها لا قولي وعادي واطلعي. خلاص يعني بياخدوا النصيحه منها زي ما تكون واحده عايشه معاهم في البيت. في كمان ام تانية في حياتها وهي تحيه كاريوكا. بالظبط. طبعا دي اللي ربت وكبرت. وهي بتقول انا لو فيا شيء صالح فاتعلمته في بيت تحيه كاريوكا. فانا بعتبر ان دي قوه شخصيه. هي راحت المدرسة الداخلية، ودتها المدرسة الداخلية، علمتها مبادئ وعلمتها أسس الحياة السليمة. الحمد لله والشكر لله الناتج كان جميل ومشرف، فنجحت في تربيتها الحمد لله. وهي لم تنجب طنط حية، فكانت هي بنتها. وأنا سعيدة أن النهاردة في البرنامج الرائع اللي توج بمكالمة السيد الرئيس ووجود طنط فردوس، ويعني برنامج الهايل ده سيرة مامي موجودة، فأنا سعيدة أن أنا ومتشرفة أن أنا معاكم. وبقول يعني كمان أن لو كانت مامي عايشة وحبت أنها تنزل تاني، لما نزلت في 30/6 قالت لي أنا عارفة الراجل ده هيبقى إيه، وأنا عارفة الرئيس ده هيبقى إيه، والراجل ده إنسان قبل ما يبقى رئيس. فالنهاردة بتأكد لي أن جمالها سليمة وليها نظرة، وأن أمي فعلا دايما على حق. وهي الست المصرية، عايز أقول لك الست المصرية كان ليها دور ودور بطولي جدا. هي من اول الناس، يمكن مدام فردوس برضو شاركنا في هذا الرأي، كان لها دور ونزلت ووقفت جنب بلدها، وكان لها رؤية وكان لها احساس في مين اللي ممكن يتحمل مسؤولية البلد دي في الظرف الصعب اللي احنا كنا فيه. اعتقد مدام فردوس المرأة المصرية كانت سباقة في الوعي. يمكن الراجل شوية كانت الظروف طحناه والمش مركز والاعباء والمسؤوليات، لكن الست باحساس الام بالفطرة بالذكاء الفطري كانت سباقة. طبعا يعني اذا كنا بنتكلم عن الله يرحمها رجاء، كانت يعني جدعه، كانت ست زي ما بيقولوا ب 100 راجل، زيها زي اي ست مصريه. احنا لو نشوف 30/6 كانت السيدات سباقين اكتر يمكن من في الانتخابات وفي الانتخابات وفي كل المناسبات الوطنيه، هتلاقي الست المصريه متواجده دايما وقايمه بواجبها وبتصد يعني زي ما بيقولوا زي الصخرة. فالحقيقة ست شجاعة، ست وطنية، ست حنونة، ست قاسية في بعض الأحيان. يعني أنا بشوف ساعات بتبقى الست هي اللي شايلة البيت حقيقي. ممكن بيبقى موجود الزوج بس الست هي اللي بتبقى متولية كل مصاريف البيت. الست ناهد اللي كانت معانا في رقبتها خمس بنات تطلع من الفجر من قبل الفجر عشان تشقى عليهم، يعني ودي ظاهره موجوده. والستات ما بيعتبروهاش حاجه غريبه على فكره، سبحان الله، يعني مساله عاديه، شايفينها دورهم انها عندها اولاد وعايزه تعيشهم كويس. طب ليه لا؟ بتعمل كل ما في وسعها علشان تخلي الاسره سعيده. اكيد. بنشكرك يا أميرة وسعداء بوجودك معانا، كان لازم النهاردة يعني نسلم عليكي. أنا بشكر ونحيي ذكرى الفنانة الجميلة. وهي وأنت كمان يا أميرة بقى مامي يعني، فأكيد جات لك النهاردة هدية مش كده برضو؟ طبعا جات لي النهاردة. جالي النهاردة فعلا، ربنا يخليها لك ويبارك فيها. جات لي، جابت لي صورة لمامي، عملت لي صورة لمامي، وبشكركم إن أنا الله. كنت معاكم، وكل الله. سنة وحضرتك طيبة يا طنط فردوس، وكل طيبة سنة وكل أم مصرية طيبة، وكل اللي فقدوا امهاتهم بقول لهم ربنا يصبركم يا رب. وشكرا. شكرا شكرا يا أميرة. شكرا جزيلا لوجودك معانا يا أميرة.
نرجع للأعمال الجميلة اللي باقية. هكمل بقى كلام أميرة أنه اختيار أدوار مستمرة وعايشة ده شيء مهم جدا. احنا ذكرنا سريعا ليلة القبض على فاطمة، لكن في النوى كمان كان دور حضرتك عظيم. أنا وإنت وبابا في المشمش بنت حسن عابدين ده لازم أتكلم عليه. كنت البنت والأم والزوجة، وده دور فيه مشاعر كتير مختلطة. إزاي وصلتها لنا يعني أنك بنته بس احنا يين عليه وتلعب؟ هي على فكرة برضو البنت المصرية كده يعني منجذبة جدا ناحية الأب. أيوة. وفي بعض الأحيان بتتعامل معاه على إنه ابنها مش أبوها. صح. فده كان باين في مسلسل المشمش. كنت أنا وحسن عابدين كنت يعني حاسة إن أنا بحتويه وإن مش هو اللي بيحتويني، وكنت خايفة عليه جدا لدرجة إنها ما كانتش عايزة تتجوز، وفضلت لسن كبير لغاية فوق 30 35 ولا أكتر مش عايزة تتجوز الشاب اللي كانت بتحبه عشان ما تسيبش أبوها لوحده. فدي برضو أحاسيس المرأة المصرية. وأبناء الأعزاء شكرا برضو. وأبناء الأعزاء الأعزاء شكرا طبعا طبعا دور عظيم. يعني هي كانت هو ما كانش الاب يعني ما كانش ابويا ما كانش ولكن انت كنت الابنه البديله الابنه البديله وكانت بتعتبره صديق حقيقي يعني، وكانوا يعني هما الاثنين بيحبوا بعض حب وكان اب وبنته. وواجهتي معاه صعوبات الحياه حقيقي. انا هقول لحضرتك حاجه يعني بدون مجامله، لما بنراجع ادوار حضرتك وبنشوفها تاني وهنشوف واحد من المشاهد دلوقتي، بنلاقي منظومة قيم. أيوه. منظومة قيم مدام فردوس عبد الحميد ماشي عليها، بتحافظ عليها، رسالة ثابتة، رسالة سامية بتأديها في كل الأدوار، وإلى حد كبير تتطابق مع شخصيتك. بالمناسبة بنحس ده أنه مش تمثيل، هي دي أنيسة أو فاطمة أو غيرها أو حتى تحية. والله أنا ده موضوع مهم حضرتك فتحته، أن بالتحديد الدراما التلفزيونية يعني دي رسالتها حقيقي، انها يعني تقدم للمجتمع القيم والاخلاقيات والمثل العليا من خلال شخصيات الناس بتحبها، نماذج مشرفه وبتتوحد معاها. وعشان كده يعني احنا يمكن في السنوات اللي فاتت يمكن بعض الاعمال ما كانتش على نفس المستوى اللي احنا كنا بنقدمه، وبنتمنى انه القادم يبقى. حضرتك تقصدي الترابط الاسري، التاكيد طبعًا على العيله بالظبط كده، الهويه الوطنيه. وده مش بعيد عن ادوار حضرتك وعن تفكير حضرتك والمنظومه القيميه عند حضرتك، استعاده الهويه الوطنيه وان الشباب والاطفال يبتدوا يشوفوا بلدهم، يشوفوا التضحيات، يحبوا بلدهم، ده ما يروحش. الثقه. حضرتك شايفه التوجه ده ازاي؟ أنا في رأيي أن الدراما التلفزيونية مهمة جدا في ده، لأن أنت بتقدم لهم أشياء يعني هم بينجذبوا لها. فأي يعني نصيحة أو أي موقف هيشوفوه على الشاشة هيقلدوه، زي ما بيكون العكس. أما يبقى في بعض الأعمال اللي ما بتقدم سلبيات معينة ما بتبقاش المفروض انها تقدمها، بيقلدوها الناس بتقلدها. خصوصا يعني الاطفال. مره استاذ محمد فاضل في حوار قال لي الدراما المصريه زي الكوره، زي ماتش الكوره بيتشاف وبيتقلد وبيتاخد منه نجوم بيبقوا قدوه، يعني فلازم ناخد بالنا كويس قوي من اللعبه اللي بنلعبها مع النشئ ده بالزبط. علشان كل حاجه بتترسخ في اذهانهم. طيب الزملاء بيقولوا لي في مشاهد كتير قوي عايزين جميله الاستاذ فردوس، من اول ما حضرتك قلتي انا وانت وبابا في المشمش لحد ما وصلنا ليله القبض على فاطمه، فخلينا ناخد مشهد ليله القبض على فاطمه. اوكي. اني فاطمه، فاطمه اللي دفنها وافتكر انه دفن سره معاه، سره الباتع اللي خلاه صاحب الملايين يحط ايده في التراب يبقى ذهب من شاء الناس وعرقهم. اني فاطمه اللي صحنت له كفه لاجل ما يمتنع عن رسم الفلوس والتزوير، لكن ما امتنعش لسه بيرسم الذهب ذاته. اني فاطمه اللي شقت عليه عمرها لاجل ما تطلعوا راجل يحمل اسم ابوه ويشرفه ويتشرف بيه.
تشهد عليا ليالي الجوع ومكنة الخياطة اللي سرت عليها والناس نايمين لاجل ما دخلوا احسن مدارس وعلموا وسط ولاد الناس الكويسين. اني فاطمة، فاطمة اللي كلت حتة من ودنه لما افترى على رزق اخواته، وقلت حرامه يفتري على رزق حد، لكن ما حرمش، كان رزقكم كلكم، واللي اتكلم منكم طير رقبته. أنا فاطمة يا بتوعات المستشفى يا ضيوف، يا اللي بعتكم البيه الكبير تاخدوني عشان مجنونة. أنا مجنونة وانتوا كلكم عاقلين. يعني كنت بقول كمان لمدام فردوس الحقيقة انه في ادوار فيها كمان الجارة الحلوة اللي هي برضو من قيمنا على فكرة في مجتمعنا المصري اللي مشهورين بيها، انه دايما المودة والمحبة موجودة في كل المناسبات، ما بنبصش لا لدين ولا بنبص لي اي اختلاف، بنبص بس لانه دي جارتي حبيبتي اللي لازم اودها. اخو البنات كان كده، كانت جارة البنات وكانت بتاخد بالها منهم. اخو البنات كان فيه كمان قيم حلوه جدا، كانت اختهم الكبيره، كان مع الفنان محمود ياسين ومجموعه بقى من البنات الحلوه اللي هم طبعا نجمات التلفزيون والسينما، ليلى علوي، الهام شاهين، وانيسه بقى. يا سلام على انيسه، يا سلام على حلاوه انيسه في ليالي الحلميه. يعني الدور كان مناصفه ما بين وبنجاح يعني ما بين فردوس عبد الحميد ومحسنة توفيق رحمه الله عليها. فخلينا يعني نشوف كده انيسه وبعدين نرجع نتكلم عنه، عشان معانا مشهد حلو قوي ما بين انيسه وما بين حسن يوسف. ايه خير؟ مالك يا ست انيسه؟ اتفقوا عليا هو وابن عمه وخدوا مني الواد يابا. كلام ايه ده يا ست توفيق؟ خطرفة يا عم بدوي، خطرفة. الراجل مصمم ياخد ابنه، حاولت اتفاهم معاه بالله ايه احسن وترجيته، مفيش فايدة. كانت عايزاني اعمل معاه ايه؟ اضربه ولا اخطف ابنه غصب عنه؟ شيرين خد الولد؟ ايوه يابا، ناطق الست دي حضرتك بتنتقم من علي يا اختي. مش صحيح، الواحد يقول اللي له واللي عليه. الست نفسها عرضت جوزها وما كانتش موافقة. استاذ توفيق ما قصرش يا ست انيسة، هيعمل ايه صحيح؟ سليم البدري ومصمم ياخد ابنه، وده حقه. حقه؟ حقه منين؟ ده ابن عليا، عليا اللي سليم موتها محصوره، ابنها هي، مستحيل تاخده ضرتها. يا ستي ابوه اللي خده، ابوه، فكري فيها بالعقل كده. عقل؟ عقل منين؟ الله يرحمك عليا يا اخي، الله يرحمك يا ابن سالم. اقول لكم ايه دلوقتي؟ باختي كده اتجوزت راجل ضعيف لا بيصد ولا بيرد. اتخبلتي في نافوخك يا بنت؟ خيبة الله عليكي، اخصى عليك وعلى تربيتك. ما تسكتيهاش يا توفيق يا ابني، اضربها، قدمها، اديها فوق نفخها. مش طريقتي يا عم بدر، خدنا بيت عندك في الجماليه. يعني حاجة عظيمة وحاجة راقية. يعني العمل ككل، المنظومة لما بنشوفها حتى الآن، الجزء الثاني بيتعرض حاليا، حاجة عظيمة. دور حضرتك كمان يعني أنيسة شيء رائع وشيء بديع. ارتباطك وتعلقك بعلي، حتة اللحمة الصغيرة دي اللي هو مش ابنك، ابن عليا، بس إحساسك بيه نقلت لنا إحساس الأم مضاعف الحقيقة. يعني ما هو ده الحقيقة. يعني ناس تقول لك يمكن المرأة اللي ما خلفتش ممكن ما تحسش بالأمومة، العكس صحيح، بتبقى أكتر. الأمومة غريزة موجودة في المرأة، فبتلاحظ الست اللي ممكن ما تكونش أنجبت قد إيه هي منجذبة للأطفال وبتحبهم جدا وتعرف تتعامل معاهم. ومن أهم الفنانات اللي قدموا الأمومة واتشهروا بيها ما كانوش أنجبوا في حياتهم. أمينة رزق مثلا، فردوس محمد، يعني الناس ما أنجبتش لكن هم أشهر فنانات. يعني الدراما بحر كبير قوي بيقدم تفاصيل المجتمع. وعشان كده لازم نهتم جدا بإنتاج الدراما، لأن الدراما التلفزيونية بالتحديد هتحقق لنا كل الأهداف اللي احنا عايزينها من المشاكل، وبسهولة. يعني حتة الانتماء طبعا من خلال مسلسل الاختيار، حتى القيم والأخلاقيات هتلاقيها في المسلسلات، ومحببة جدا للجمهور،
وهتلاقيه يعملها يعني بشكل تلقائي يا مدام فردوس للناس ولا لا. فكل الحاجات دي لازم يعني اعتقد انها لازم ترجع، علشان اذا كنا عايزين نفيد المجتمع ونمتعه في نفس الوقت. ان شاء الله ان شاء الله. يعني ادوارك كتيره وعايزه وقت طويل جدا نتكلم عنها. انا مثلا الحريف ده عايزه اقعد معاكي فيه كتير جدا. ازاي عملتيه وازاي تم اختيارك؟ وتحيه زوجة الرئيس جمال عبد الناصر. حضرتك كان ليكي تعليق في التقرير اللي في بدايه بتذاع عن احمد زكي لما جه المشهد مع الاستاذ احمد زكي رحمه الله عليه، قلت حضرتك عليه ايه؟ قلت لا لن يكرر، او لن مش هيتعود عبقري ولن يكرر فعلا. يعني انا هقول مثلا على واقعة، انا كان دوري في الفيلم صغير يعني بتاع مثلا 6-7 مشاهد فبدات تصوير متاخر عنهم كتير. فلما رحت اصور اول مشهد ليا وكان احمد زكي جاي كده وراح مسلم عليا كده، انا اتخضيت ان هو ازاي جمال عبد الناصر. انا للحظه يعني افتكرت ان ده بيقولوا انا عاشت دور في حياته كمان شويه، لان هو كان عبقري يعني فعلا بيتقمص الشخصيه، مع ان هو شكلا ما هوش شكل جسمانيا رئيس حتى جمال عبد الناصر ولا جسمانيا، لكن هو تقمص الشخصيه لدرجه انه اقنع الجمهور حقيقي. جدا ان هو جمال حضرتك اقنعتينا برضه طبعا. وطبعا ادوارك كلها جميله، وكمان كان في بطولات مشتركه، محمود ياسين في ام كلثوم، فاروق الفيشاوي زيناته الثلاث بنات دور ام عظيمه جميله مضحيه عشان نجاح البيت كله، والحريف زي ما قلنا مع عادل امام. يعني عايزين قعده كبيره جدا وان شاء الله. كنت عايزه بس اقول لك على زيناته ثلاث بنات. أيوه. دي كانت الست اللي هي بتضحي بروحها عشان الراجل، عشان الراجل يكبر فتنكر لها بعد كده. بصيت عايزه اقول لك قد ايه الدراما بتاثر في الجمهور. لقيت واحده ست بتكلمني في التليفون، وكان المفروض ان زينات عشان ترجع جوزها عملت فيه مقالب وراحت للمديرين بتوعه يعني خسرت له العلاقات معاهم. قالت لي مدام فردوس ممكن اعمل كده؟ مش بقول لحضرتك قصرتي؟ والله العظيم ده حصل. قلت لها تعملي ايه؟ لا الحقيقه قالت لي اروح الشغل. هي معلش انا اسفه اقول يعني ان جوزها كان في بنك يعني هو فعايزه تضربه في شغله منصب كبير جدا جدا يعني. قالت لي اروح اعمل كده فيه عشان اوري له. قلت لها اوعي. لا ده مسلسل برضه. لا يعني احنا بس يعني عشان المسلسل بنعمل شويه احداث برضو، لكن مش معنى كده انك تقلدي. لا شوف قد ايه طبعاً. الاعمال الفنيه بتؤثر في الناس. صحيح. والناس عايزه تقلدها بكل تفاصيلها. ودي الرساله يعني اللي بنشكر حضرتك عليها ودايما بتاديها بامانه يعني. بالتوفيق فيما هو قادم حتى كمان ان شاء الله. وكل سنه وانتم طيبين ان شاء الله في اعمال ثانيه. وانتم طيبين والشعب المصري كله طيبين وكل امهات المصريين طيبين وبخير وفي اتم صحه. يا رب يبارك في حضرتك. وكل سنه وكل ام بخير، وكل سنه وكل ام طيبه وجميله ومنوره مكانها وبيتها وشغلها كمان. يوم يا رب كده جميل على كل امهات العالم. الامومه ملهاش جنسيه وملهاش وطن، كل امهات الدنيا يا رب دايما يبقوا في احسن صحه وفي احسن حال. هنسيب حضراتكم مع مكالمه السيد الرئيس النهارده الرئيس عبد الفتاح السيسي. كان ليه اتصال هاتفي معانا مهم جدا، واحنا بنتكلم مع سيده ونموذج طيب ورائع من وطننا ومن مجتمعنا السيده ناهد، اللي بتشقى علشان توفر قوت يومها وحياه كريمه ليها ولاسرتها. مكالمه الحقيقه كانت اجمل مفاجاه لينا جميعا دون اي ترتيب، كان في رد سريع وفوري على مطالب هذه السيده اللي اكيد بتمثل نماذج اخرى شبيهه ليها. بنشكر حضراتكم على المتابعه، بنشكر هذه المداخله الكريمه من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهنترك حضراتكم مع هذا الاتصال اللي تم النهارده في حلقه اليوم من برنامج من مصر. شكرا لكم. معانا على التليفون السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. سيد الرئيس مساء الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك. مساء الخير مقدم شريف مكاوي سكرتير سياده الرئيس. اهلا بيك يا فندم. هدخل سيادتك مع سياده الرئيس. اتفضل يا فندم. الو الو مساء الخير يا فندم. سياده الرئيس يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا استاذ عمرو؟ ازي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانتم طيبين. وحضرتك بقى تم صح. كل سنه وحضرتك طيب يا فندم.
اهلا مساء الخير. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. انا الحقيقه مش هقدر اشوف الست ناهي من غير ما اتصل وابلغها تحياتي واحترامي واعتزازي وكمان ألم ألمي الشيء ان يبقى في خمس بنات وهي بتجري عليهم كده واحنا بنتفرج عليها. ف بندي بالصحه والمطلبين وان كان ليها تقييم او راي اخر يعني ما اعرفش اسمها ايه. اتفضل يا فندم. هي سامع يا فندم. هي بنتي يعني ان الخمس بنات محتاجين رعايه والرعاية الخمس بنات هيبقوا خمس أسر بعد كده. فأنا يعني إحنا هندبر كل اللي أنت عايزاه. وبالمناسبة إحنا بندبر ده إنك أنت تستحق كل خير. وتستحق كل خير. صحيح. وكل ست تعمل كده تاج على ربنا. وتشرفنا. لأن أنا بس عايز أقول إيه؟ اتفضل. النقطة دي. أنتوا ليه عرفتوا؟ احترم قوي الست المصريه لان شوف الساعه 14 ترجع الساعه 4 تشيل على ما بقتش ست طبعا ب 100 راجل يعني حي. فانا بس عايز ان كان صوتي يوصل لها يعني ولكل ست انا مش شايفها بقول لكل مسؤول في مصر في المحافظه المحليات من فضلكم خلي بالكم خلي بالكم من اهلكم خلي بالكم خلي بالكم من عرضكم. الست عرض واحنا مسؤولين عنها في الظروف اللي زي كده. يعني انا اللي بطوله ما بستناش بس انا في ناس كتير ما بطلعش ما اعرفها ما بسمعش عنها. فاللي موجود بيسمع يا يعمل يا يقول لي وانا ان شاء الله اعمل. ربنا يكبر بخاطر حضرتك. يعني متشكر جدا يا استاذ عمرو. الحقيقه انا بشكركم على ان انتم يعني بتجيبوا امثله رائعه للناس عشان تبينوا قد ايه شوف الام عامله ازاي. صحيح يا فندم. صحيح صحيح صحيح. يعني كل التحية والتقدير أولا لوجود حضرتك معنا يا فندم. ده شيء يسعدنا جدا وسعيدة قوي في يوم زي ده النهاردة أن أنا أسمع صوت حضرتك. وبشكر حضرتك على كل التوجيهات اللي تمت النهاردة. أنا بدأت الحلقة وقلت ده أنه من أهم ما حدث اليوم الهدية الكبيرة اللي تقدمت في الاحتفالية صباح هذا اليوم لكل امرأة مصرية كانت بتعاني من الكثير من القضايا. النهاردة يعني حسمت وبكل وضوح كان في توجيهات رئاسية بأنه الأمور تؤخذ بشكل مختلف ويتم تنفيذها وتطبيقها على الأرض على وجه السرعة. فأنا اللي بشكر حضرتك وسعيدة جدا بكل القرارات اللي أخذت النهاردة لأنها في النهاية بتصب في صالح كل امرأة مصرية. طيب الحقيقة يا فندم برضو احنا بنشكر سيادتك على مطالبة حضرتك للجهات المعنية بالقضاء على ظاهرة المرأة الغارمة أو ظاهرة الغارمات. فشكرا جزيلا لحضرتك وأكيد ده هيفرج كرب أمهات كتير وسيدات كتير دلوقتي. أنا يعني عايز أقول لك على حاجة أقول لكم ومن خلالكم لكل الناس في مصر. والله أنا بتمنى أعمل كل حاجة حلوة للناس خاصة الناس اللي الظروف صعبة اللي زي المسألة ده ومنه كتير في مصر بالمناسبة وفي كل حتة في مصر في كده لأن إحنا بلد يعني ظروفنا مش يعني مش احنا مش دولة مش غنية ولكن على الأقل يبقى قلوبنا ويبقى إرادتنا ربنا سبحانه وتعالى عندنا إن احنا نقدم لهم كل حاجة على قد ما ربنا يقدرنا. فأنا بس بوجه لك التحية وبوجه لي العفو للزميلة الفاضلة ريهام. أشكرك يا فندم على الجهد دوت وعلى التمثيل دي. وبالمناسبة أنا عايز أقول لكم يا ريت يفضل الأمثلة دي على طول تبقى موجودة. حاضر. إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم. شكرا جزيلا لسيادتك. أنا اللي متشكر وبشكركم وأرجو إن أنتم تبلغوا الأستاذة ناهد حالا ناهد إن إحنا
كل اللي انت عايزاه ان شاء الله. هي سامعه حضرتك ويعني دي اكبر هديه النهارده يا فندم. شكرا جزيلا لوجود حضرتك. شكرا جزيلا ساده الرئيس عبد الفتاح السيسي. اتفضل يا حضرتك. شكرا جزيلا يا فندم، شكرا جزيلا لحضرتك سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، متشكرين جدا يعني استجابه حضرتك للاستجابه الفوريه